السلام عليكم بحضرة العمدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول ايه يا عمدة؟ ايه طال العمدة واللي عايز العمدة اطلع. يا عمدة بس اسمعني. هو مش قابلك قال لك بعد كده بعدين؟ ما انا جيت بعدين اهو. بعدين يا عمدة انا هفضل ماشي وراك بشنطتي وحاجتي كده؟ مش قلنا الشحاتة ممنوع في البلد دي؟ My baby started to cry in vain. Say, bo diddle, you know you're not your own man. I say, I love you, baby, with all my heart. Please don't never say we'll part. Bold dilly, bold dilly, here's I see. I wanna know if you do love me. وانت بتقول لي انك ليك طلب مهم يا ابو العلا. هو مش طلب يا عادل بيه، ده رجاء. يعني يا باشا يعني عايزين نكبر يا باشا، عايزين يكون في ايد تقف في ظهرنا وتساندنا وتقف قصاد اللي يضرنا. وده مين ده اللي يقدر يضرك وانا موجود يا راوية؟ الله يعز مقدارك يا عادل بيه. يعني بعد إذن سعادتك، يعني كرمك وأخلاقك زي ما عودتين، أنا يعني كنت بتمنى أن حضرتك تساعدنا، تساعد أبو العيلة جوزي أنه يعني يشتغل في البيزنس. بيزنس مرة واحدة؟ آه. بتعرف إيه يا أبو العيلة؟ يعني ممكن أعمل أي حاجة، أي خضار، أي فاكهة، أي محاصيل زراعية على كيفك تيجي لحد عندك. بس نبيعها ازاي؟ وندخل السوق ازاي؟ وليه طلب تاني يا عادل بيه؟ معلش انا عارف ان احنا يعني منزلين عليك ومتقلين، بس انا ما صدقت اعطر فيك. قول يا ابو العلا. انا يعني بقول لو راسي كده بقت براس عثمان والمأمور، انت تحديدا اي حاجه هتطلبها هتجي لك لحد عندك، مش كده راوي؟ ايوه طبعا 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 يا سعاده الباشا، طبعا يا ابو العيلة. خلينا في الموضوع البيزنس الاول وبعدين بقى نشوف الموضوع التاني. وماله يا جميل؟ وماله؟ واحده واحده يا ابو العيلة. ماشي، واحده واحده، اتنين واحده، اللي انت عايزه. اشرب اشرب يا ابو العيلة. لا بلاش، يعني انت ناسي اللي هو اللي فات. اه. واحد وبيأدب اخوه فيها ايه دي؟ والناس مال؟ طب بالك انت يا عمدي وانا هو انت هو، بكره اخوك دي هيجي يبوس ايدك ورجليك على اللي انت عملته معاه. قال يعني انت كنت تسيبه ياكل حرام؟ ده انت حوشته عن الحرام، وكل ما كان منبته حرام اخرته في النار والعياذ بالله. ده انت ربنا هيكرمك والله، ده انت حوشته هو وعياله من انهم يملوا جفهم بحاجه حرام ومنبت حرام والعياذ بالله. ايوه قول يا مبروك قول، انت اللي بتريحني. والله العظيم يا عمده انا ما بقول غير الحق. اها. وانت برضه يا سبحان الله انت حقاني، بس انت اللي مش واخد بالك من الحكايه دي. وهذا فضل من الله ونعم. والله انت عجيب. يعني عجيب كده وغريب عليك شويتين. كأنهم بصحيح والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ليه؟ والله معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الإمام الجديد للجامع. أهلا 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 وسهلا يا ألف مرحب. كرسي يا مبروك بسرعة. أهلا وسهلا، معلش اللي ما يعرفك يجي لك يا سيدنا الشيخ. أهلا وسهلا. خطوة عزيزة. يا مولاي. أشكرك أشكرك. اتفضل. ما تأخذنيش يعني أنت يا سبحان الله شاب صغير يعني. ايوه يعني احنا لا مؤاخذه يعني متعودين يعني ان الشيخ ده بيبقى راجل كباره كده يعني و
يعني انا ما ينفعش يا عمده ولا ايه؟ لا 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 تنفع وكل حاجه، انت ما شاء الله حتى شكلك سمح كده ما شاء الله. اسم الكريم ايه؟ عيسى عبد التواب محمد. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا اسف يا عمده اني جيت لك في وقت خلاف بينك وبين اخوك، اعذرني. هتعمل ايه في طمع البني ادم؟ معلش. ايه والله، طول ما البني ادم طماع مفيش خير في الدنيا. بقى النفس اماره بالسوء. ايوه اماره بالسوء، والعين ما يملهاش الا التراب. بس كويس اول ان انت جيت بالعجل. ايه والله، اصل شديت جواب للحكومه عشان يبعتوا الشيخ هنا بسرعه، وهم استجابوا. اصل ليا تقل عند الحكومه. ايوه امال ايه، ما ده فضل من الله ونعمه يا عمدتي، واكيد مولانا عارف الحكايه دي قبل ما يجي. اصل بعيد عنك، عندنا واحد راجل متلقح في الجامع ليل نهار عمال يقول كلام كده بيهزي، ما تفهمش بيقول ايه. وسبحان الله ما تعرفش هو الكلام اللي بيقوله ده صح ولا كلام غلط، ومبرجل دماغ الناس وملخبطهم. ايوه وما تاخذنيش يعني، يا سبحان الله كان يلبس الحق بالباطل. انتوا قصدكوا الحاج محمود؟ حاج ايه؟ ده لحاج ولا شافها اصلا؟ جاب حاج منين ده؟ عارف؟ ده واحد هربان من بلده، ده من الصعيد، ما تفهمش جاي هنا ليه؟ عليه طار ولا عليه زار ولا انت شفته؟ انا قابلته وشفته وباين عليه راجل طيب. يقول لك راجل طيب. طيب طيب ايه يا مولانا؟ طيب ايه يا اخي؟ اتق الله والله العظيم، يا سبحان الله باين عليك انت اللي طيب. اسكت اسكت، ربنا ما يوريك. ده ميه من تحت تيب، ما تعرفوش انت اسال ناني. وعايز نصيحتي، ابعد عنه خالص ولا ليك صله بيه، ابعد عن الشر وغنيه. انا جاي لمهمه محدده وهي الامامه في الجامع، وماليش صالح بحاجه تانية. كل اللي عايز اسالك يا عمده، انا هبات فين؟ لا دي بسيطة، جهزناها لك. خد يا واد يا غفير انت. نعمين يا حضرة العمدة. تاخد سيدك الشيخ ده لحد دار القديم، تفتح له الباب وتسيب له المفتاح وتمشي. حاضر. بعدين تروح دار اني تخليهم يحضروا له عشوة كده حلوة تليق بمقامه. حاضر. بلاش موضوع العشاء ده يا عمدة. يا سيدي ما تعشتش تفطر. أشكرك، بلاش موضوع الأكل تمام، يعني كفاية عليك موضوع البيات. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلام. نورت الكفر يا مولانا. أهلا وسهلا. بقول لك الشيخ محمود طيب قال. بقول لك إيه يا عمدتنا؟ إيه؟ والله باين كده إن شاب الدين هيطلع أزرق من أخيه. أقسم بالله إنني خايف الراجل ده يتعبنا أكتر من الشيخ محمود. يا سيدي ما تخافش، لو تعبنا نشد جواب تاني لمجلس إدارة الثورة وهم يغيروه. أمال أنت فاكر إيه؟ أيوة، ما هذا فضل من الله عظيم. بس كده بقى أنا أروح، لأن الصداع هياكل دماغي، أروح أنام. عليا يا عمدة تنام إيه؟ أنت عايز تلحق ست الحسن والجمال قبل ما تنام. بيني وبينك يا مبروك، دي حفيظة دي طلعت مقلب، ومش أي مقلب، دي مقلب زبالة. أيوة يا سيدي. آه. ربنا يهنيك يا عمدتنا. بقول لك إيه، وأنت كمان بقى كده يعني مش ناوي تعملها وتتجوز؟ أتجوز إيه؟ شوف الراجل، أتجوز إيه؟ ما خلاص المرة ماتت. ماتت وخدت الخير كله معاها. إيه إيه؟ اطلع من دول. عموماً عروستك عنداني بت كده شيرحة وبيرحة، البت حمدية. حمدية؟ أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي حمدية دي؟ يستعيذ من هولها الشيطان نفسه. وبعدين دي متجوزها يا عمد؟ يا سيدي بسيط، نطلقها وتتجوزها انت. حرام حرام تجوزها لي يعني يا عمد. وبعدين انا راجل وافي لمرات الله يرحمه. طب خلاص، خليك انت مع الذكريات. السلام يا عمد. اني مش عارف عقلك كان فين بس يا سلوان. بقى يا راجل توصل عمدة لكده وتخليه يعمل عامله زي دي ازاي؟ وليه بس كده؟ ايوه صحيح على قولك يا زنات. يعني انت ما انتش عارف يا سعلوان اخوك عثمان، ما انت عارف انه في مواضيع الحق والمستحق دهيا بيركبوا 100 عفريت. الهي تنقطع ايدك يا عثمان يا بعيد. ماشي يا عثمان، ماشي يا اخويا يا ابن امي وابوي، ماشي. الراجل يا اخويا اتجنن، الطمع ملا عينه. يا ريته شطان، كديته تبقى معروفه. بس بقى والنبي وبالامانه عليكم، ما حد يجيب سيره ان انا جيت طيبت سعلوان ودويته. سامع يا حسان يا اخويا؟ ليه يعني يا زناتي؟ هو يعني العمده هيعمل ايه يعني لما يعرف انك جيت وداويت سعلوان؟ يجوز يعني العمده يزعل ولا ياخد على خاطره مني. اه ايه؟ طب بقول لك ايه؟ ما انتش مداويه ومش شارب الشاي بتاعك كده، ويلا قوم اتحرك. خلاص يا ستي ما تزوقيش كده. سامع يا حسان يا اخويا؟ انا ماشي. سلام عليكم. شوف الراجل الخواق. طب والختمة الشريفة اللي هقول للعمدة انك انت جيت وما داويتوش؟
خيوب عليك راجل. بقول لك ايه يا علوان، انا مش عايزك تتهور، ولادك يا اخويا محتاجين لك. انا اتهنت وكرامتي بقت في التراب يا فهيمه. يقلعني مالته ويضربني بالكرباج زي العبيد، يبقى ناقص ايه تاني؟ ما ناقص حاجه، احنا الحمد لله عندنا حته ارض ومعيشانا زي الفل. اسكت يا فهيمه، مش عايز اسمع الكلام ده تاني، فاهمه؟ اسمعوا يا اولاد، عمكم كل حقكم، ولو مت خليكم فاكرين انه خد ارضكم وانا ابوكم وامكم، ومهما طال الزمن يا اولاد ما تنسوش ابدا. حاضر يا ولو سمعت انكم سبتوا حقكم مش هسامحكم ولا ارضى عنكم. امي حرامي وخد حقنا يا خلاص بقى يا علوان. اسكت يا فهيم، انت مش حاسه بالنار اللي جواي؟ ومين قال لك؟ انا حاسه وعارفه بكل حاجه. السلام عليك يا شيخنا صغير السن يا كبير العجل والمجام. انت وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمود اتفضل. خد دي تلفها بالنمسك. ايه ده ايه ده ايه ده يا شيخ محمود، دي سخنه. امال ايه سخنه؟ طبعا عمايل ام الغايب، دي غدوه صغنطره كده من فضل الله. تلاقيك هفتان راجل عازب وقاعد لحالك، رم عظمك باكل بيتي. والله ما كان له لزوم يا شيخ محمود. استنى يا شيخ عيسى الله يخليك، اوعى تكون اما تصور. لا لسه بظبط المسافه اهو. ايوه يا صلاه النبي، الله اكبر. يا كريم يا رب. النبي يا شيخ احسن ايه؟ دي صوره راح نبعتوها قوس ان شاء الله يعلقوها هناك. ها يا مسهل يا رب. وقف كده زين كده تمام. كان قلت لي يا شيخ كان جبت الجلابيه الثانيه، عندي واحده جديده والله بنما دي حلوه قوي. ماشي يلا ابتسم يا شيخ محمود. طالع كلي كده نه. ايوه يلا ابتسم. واحد اثنين ثلاثة. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ألا ترنمت في صلاتي ولا قيامي ولا قعودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ويا ليالي الهناء ليلى عودي ليخضر منك عودي. لولاك يا الله الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. الله يفتح عليك. وعليك. ايه رايك؟ ننفع مطرب؟ خايف حضرة العمدة يصحى وده لو صحى. يا اخويا بلاش لا توعجن، خد المفتاح بقول لك اعمل لي نسخة عليه وتعالى اوامك. طيب وانا هعمل لك فين بس دلوقتي زيه؟ هلاقي فين واحد فاتح؟ اتصرف يا حسان اتصرف وديله اللي هو عايزه، اهم حاجة المفتاح يبقى عندي قبل الفجرية. كل دي فلوس يا فاطمة يخرب عقلك. يا اخويا على قد اللي انا عايزاه، اخلص بقى يا حسان. طب وانا هجيبه لك ازاي بعد ما اطلع عليه؟ يبقى تعالى لي تحت الشباك ونونولي زي ذكر البسة. دي نونول. ايوه تنونولي زي ذكر البسة. نونول وان شاء الله نهق كمان. هنزل لك اخد منك المفتاح. يلا اتكل على الله. حاضر يلا يا خويا.
صباح يا محمود. يعني انت طول المدة الفايتة دي كنت واخد مكانة مش بتاعتك، طلعت فوق المنبر وانت مش كديه ولا كف إليه، وهو يا جهلك يا محمود. يا رب يا رب عاد انت عارف باللي جواي، وعالم اني ما كانش قصدي اني في يوم من الايام اضل الحد ولا اقول كلمه واحده مش في كتابك ولا في شرعك. يا رب يا ايه الحكايه يا شيخ محمود؟ يا رب حكايه حكايه واعره قوي يا ام الغالي. الحكايه اني طلعت فوق المنبر وخطبت في الناس وعملت نفسي عالم، وانا كل اللي قريته كان كتاب في التفسير وعلم الاحاديث. افتكرت اني كده بقيت عالم خلاص، ويحق لي افتي واقول ده حلال وده حرام. ايه ولما انت ما تقولش وتفتي حلال وحرام، مين اللي يقول بس يا شيخ محمود؟ مش اللي زيي، لا أصحاب العلم الواسع يا أم الغاية، الناس اللي درسوا وقروا كتير وبحثوا كتير. أنا ظلمت نفسي يا أم الغاية، ظلمت نفسي يا أم الغاية. كنت فاكر إن الإمامة سهلة. يا رب يا رب اغفر لي يا قهار يا رحيم، يا رب اغفر لي يا قهار يا رحيم، يا رب اغفر لي يا قهار يا رحيم. محروس استنى اني جايالك. لا استني خليكي، انت لسه بدري عليكي شوي. لسه بدري ده ايه؟ انا مستنياك بقالي شهور، اخص عليك كده تسيبني المده دي لوحدي؟ انا جاي اقولك انه خلاص وقت قليل قوي وهتبقي معاي، وبعدين اني مهما غبت انت معايا على طول. النبي صحيح، طب وليه مش دلوقت؟ لسه بدري، لسه بدري يا مناري. أني فضحت حسان الشيطان اللي عارف كل حاجة ومرضيش يقول كلمة الحق. حسان ده غلبان يا مناري. غلبان ده إيه؟ هو كل واحد يعمل عملة سودا نقول عليه غلبان؟ ده شطار غلبت عليه عيشته إن شاء الله. بس يا محروس أنت ليه بتغيب عليا كده؟ هقولك بعدين، أنا لازم أمشي دلوقتي.
عامل ايه؟ اوعى ايدك من علي ولا تلمسني، انت متحرم علي حرمانيه الاب والاخ. ليه كده بس يا بنت الحلال؟ كده يا اخوي انت ما تلمسنيش خالص، روح لحفيظه بتاعتك، روح لحفيظه اللي قاعده في قلبك يا اخويا ومستربعه، وشاطر بس تقعد تقول لي فيش في القلب الا فاطمه بطي فاطمه بطي. طب ما هي دي الحقيقه، ابص كده اهو من غير كلام اهو، ده انت اللي ليا والحته الجوانيه. طب قولي بس انت عايزه ايه واني انفذه لك في التو والحال. دار لوحدي. لوحدك ايه؟ لا ابقى انا معاكي. ايوه ما انت هتبقى معايا عشان نستريح من الغم ده. ايوه صحيح، ونبقى براحتنا انا وانت يا بيت، ونبعد عن القوقه دي. ايوه وتتكتب باسمي. لا شفت مش انا قلت لك مستخسر فيا حته دار؟ خلاص 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 تتكتب باسمك وخمس فدادين. لا شوفي يا فاطمه، اللي يحب العمده ما يطلبش منه فلوس وما يطلبش منه ارض، ده انا اللي باخد الارض. وهي احسن مني في ايه؟ ها؟ رد عليا يا اخوي، حافظها احسن مني في ايه عشان يتكتب باسمها 150 فدان، وانا اللي ما حلتش قراط وغلباني. ايوه امال ايه؟ نسيت، هي ينفع تكتب خمس فدادين باسم وحدي هتجيب لك حته الواد وبعد كده تطردها في الشوارع؟ ايوه صح امال ايه؟ هي انت بتقولي دي، فهميني بقى، تعالي كده وافهميني كويس. الارض بتاعت حافظها دي بتاعتها هي اصلا اساسا، انا ما اديتلهاش حاجه، ده انا اللي راكب على الارض دي واخدها منها. وبعدين بلاش بقى حكايه تحمل وتولد وتترمي والكلام العبيط ده، ده انت ست الستات وبت البتات وحلاوه الحلويات. اكتب لك الخمس فدادين يا ستي ولا تزعلي. يسلم لي فمك يا توت، يا عمده قلبي وعمده فكري وعمده البلد كلها. ايه ده؟ ايه اللي انا فيه ده؟ ده انت تستاهل تشوف دلع ما شفتهوش قبل كده. وريني يا بنت وريني. انا هوري. وريني يلا. اهلا يا حبيبي. عم الشيخ محمود موجود؟ عاوزه ليه؟ عشان انا عايزه في كلمه كده. طب انت مين بقى يا شيخ العرب؟ انا متولي ابن حمدي العلاف. اتفضل. يعني هو موجود الاول ولا مش موجود؟ ايه؟ ما انا قلت لك اتفضل يا سيدنا الشيخ. ما يجوش ولا يصح ادخل الدار الا اذا كان رجل البيت موجود. هو الشيخ محمود كان علمنا وقال لك ده في الدرس. اوه يا شيخ متولي. تعال اتفضل اتفضل. اتفضل تعال سكه وطريق. الشاي قوامة، شاي معتبر للشيخ متولي. ازاي الحال؟ يلا عاد فرحني. حفظت صم بس انا رحت درس في الجامعة لقيت هناك شيخ تاني كده، شيخ صغير قد اخويا جابر الكبير، ولما شافني قلبي يقول لي تعال اقعد ويا العيال، قمت سايبه وشيلك على دارك. اخ اسمعني عاد يا عم الشيخ متولي، فتح مخك معاي. قالوا ايه؟ الاعتراف بالحق ايه؟ فرض
لا فضيلة. فرض وفضيلة ينفع؟ وعشان الحج حلو كده أنا راح أعترف بالحج يا ولدي، وأقول لك وأقول لنفسي قبل منك إن الشيخ اللي انت ريته في الجامع ده واستصغرته وقلت ده كد جابر أخوي ده يا ولدي عنده إعلام واسع، متعلم وقاري كتير، يقدر يفيدك أكتر مني بكتير. الشيخ اللي انت ريته في الجامع ده اسمه الشيخ عيسى يا ولدي. يعني يا حبة عيني لسه داخلين عالجد، تقوم انت يا ابو العيلة تعكنن عليا وتعكنن على روحك باللي ما تتسمى لوبينيا دي؟ ايه؟ احنا مش قلنا فضها سيرك البيت لوبي دي؟ مش خلصنا من الموال دي؟ معلش، ما انت لسه هتشوف ستات وبنات من كل شنكان وميعة وسهوكة من كل حتة. وغلاوتك عندي ما حد شفته ولا لسه هشوفه يملى عيني الا انت يا روي. عيني يا عين، بقيت تعرف تقول كلامي طيب الخواطر اهو. ابتديت اخاف منك قوي يا ابو العيلة، بس تعرف لو عرفت ان انت هتستندل معايا. دي كلام لاني كده استاهل الحرب. أنا بقول نفضها سيرة الموضوع دي وخلينا في المهم. احنا ايه اللي يخلينا نكمل شغل باسم عادل بيه؟ ليه الشغل ما يبقاش باسمنا احنا؟ طول ما الشغل كله باسم عادل بيه محدش يقدر يجي جنبينا ولا يدوس لنا على طرف في اي حاجه تخص شغل عادل بيه او شغلنا مع اي حد تاني. هنستفيد ايه احنا لما الشغل يبقى باسم عادل بيه؟ احنا لازم الشغل يبقى برسمالنا احنا، لحسابنا احنا. انت لساك مش فاهم حاجه يا ابو العيله. طول ما احنا في حماية عادل بيه يبقى المال مالنا، طول ما احنا بنعمله اللي هو عايزه اللي بيطلبه. يعني بصراحة يعني ساعات كده أحس إني زي الأطرش في الزفة. نوريني كده. أطرش في الزفة؟ طب والنعمة اللي خلي البلد دي كلها تحكي وتتحاكى عن أبو العيلة وجه أبو العيلة وقوة أبو العيلة وأبو العيلة سيد الرجال. أنا هقولك بقى، عادل بيه ده من البعوات الكبيرة قوي من قبل الثورة، هو الوحيد اللي قدر يحتفظ بجزء كبير جدا من الأراضي بتاعته، وكمان عارف يخبي كل فلوسه من عيون الحكومة. ما أقولكش بقى عن علاقاته بالناس العلية وحكومة الثورة، وكمان البشوات اللي كانوا قبل الثورة. يعني تقدر كده تقول يا اخويا ايده طايله يمين وشمال وشغال في كل حاجه. طب ايه قولك بقى انه عنده مراكب صيد كبيره وصغيره في المينا كمان. ايه؟ طب وايه حكايه البنات الفلاحين دي؟ حكايه غريبه قوي. ده البنت الشغاله اللي عنده زي فلقه القمر، احلى من البنت مسعيدي الف مليون مره. ايه اللي يخليه يبص لواحده فلاحه زي دي ويدفع فيها كل الفلوس دي؟ دي لازم نكبر من بيه مأمور والعمدة كمان. عمدة ايه ومأمور ايه يا راجل؟ عادل بيه ده لو رضي عننا هتقول على العمدة والمأمور يا رحمن يا رحيم. يا رحمن يا رحيم عجوز. هو ماني بقى؟ راح اشوف المزارعين وهعمل معاهم ايه؟ مش عايزين عادل بيه يقول علينا ان احنا نتكلم وخلاص، لازم نشوف عمل. انت لسه فاكر يا راجل؟ ده انا قمت من النجمه وكلمت ابو مسعده وقلت له يقول لكل الفلاحين ان احنا هنشتري محاصيل الارض بتاعتهم، ومش بس هنا في البلد، لا وفي البلاد اللي حوالينا كمان. ايه؟ وانت عملت كده امتى؟ وانت نايم يا عينيا. انا راويه يا ابو العيله وانت لسه ما تعرفنيش كويس. انا لما احط حاجه في دماغي بعملها صح، وعملها صح قوي كمان. ما هو باين، باين قوي. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. صدق الله العظيم.
السلام والرحمة والإكرام يا مولانا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أبو ده شيخ متولى بقى. ده الحاج متولي. من العيال صحباتي واخواتي وعيالي اللي بحفظهم القرآن. انت خابر عاد، انا ربنا ما ادانيش عيال، دول عيالي. الحاج متولي كان جالك قبل سابق في كربالة، كنت قاعد مع العيال انت ما تديهم الدرس، وقلت له تعال اقعد، مش قال لك كده؟ خاف وهابك وجاني رمح، الحق الحق يا شيخ محمود انا لقيت شيخ غيرك هناك في الجامع. عايزك تنوره وتعلمه شويه اصول حديث، شويه تفسير، وبما يفتح الله عليك عاد. انت ابن مين يا متولي؟ انا متولي ابن حمدي العلاف. الواد الملعون اللي اسمه ابو العيله ده يا عمدي عمال يلف على كل الفلاحين اللي في البلاد اللي حوالينا، اللي عنده قراد زي اللي عنده فدان. هو والوليه اللي اسمها راوي عمالين يقولوا لهم هنديكوا في المحصول اكتر من اللي بيدفعوا لعمده عدمان، وهنديكوا الطاقه اتنين وتلاته كمان. ايه ده؟ ايه الكلام ده يا مبروك؟ الكلام ده حقيقي؟ امال ايه يا عم؟ اسال انت من وراي. اللي اسمها راويه دي مش ناويه تجيبها لبر يا عم، وانا ياما قلت لها هاتها يا عمده واكسر سمها من دلوقتي عشان ما الفاس تقع في الراس ما تقولش ما حدش نبهني ولا نصحني. وهي اللي اسمها راويه دي والكحيان اللي اسمه ابو العيله دي هيجيبوا الفلوس دي كلها منين يعني؟ جرايه يا عم، ما انت فاهم وعارف كل حاجه. اللي اسمها راويه دي نزوله واحده مصر تهز لها هزتين تجيب شيء وشويه. استغفر الله العظيم، ده الخلق للخالق، ربنا يستر على ولانا يا عمدي. طب اسمع يا مبروك، شيع حد للمأمور، هو اصله مبقوق منها على الاخر. ايوه خلينا نشوف حل للحكايه دي، ما بقاش بقى الا الست دي كمان اللي هتدور البلد على كيفها. يا نهار اسود، ده احنا نلبس طرح. المهم اطلع. والله يا اختي ما انا عارفه هو ناوي على ايه، انا عماله اصبر فيه كده وما فيش فايده، ده لا بياكل ولا بيشرب، انت لو تشوفي وشه بقى زي الكركم. انقهر يا حبه عيني، انقهر وقهره الرجال صعبه. بس هو يا ناس فاضل ايه؟ فاضل ايه يعني بعد ما الاخ يعمل كده في اخوه؟ لا اله الا الله، هي القيامه هتقوم ولا ايه؟ يا ما نفسي امسك في رقبه عتمان دي وانزل فيها نهش كده. تصدقي يا فاطمه، علوان كان عايز يقتله وانا اللي قلت له لا ما توصلش لحد كده، ده مهما كان اخوك ما يحصلش بناتكم كده. قال واللي يجي لها عزرائيل الموت بتفرفر قدامي وانا بهبلي اروح انجدها. اسمعي يا فهيم، انت لازم يا اختي تاخدي حقك. ايوه امال ايه؟ اوعي تخلي الخوف يلجمك انت وجوزك عن حقكم. عثمان ممكن يجي عليه يوم يطردك من الدار اللي انت فيها دي ويقول ان دارك مبنيه على ارضه. فيكي من يكتم السر؟ في بير يا فاطمه. اصلي مره كده يعني كنت سمعت عثمان وهو بيتكلم مع حفيظه في اوضه النوم، وكان يعني عمال يقول لها على علوان وحق علوان والفلوس اللي راحه وجايه بناتهم والكلام ده يعني. انت فاهمه بقى؟ يعملها قادر وكافر. قالوا يا فرعون ايش فرعانك؟ قال ما لقيتش حد يلمني. بيتي يا فاطني، احنا عمالين ناخد وندي كده في الكلام ونسيت انه جوزك وبتنامي في حضنه. بنام في حضنه اه، بس جيت ميتة بعيد عنك. انا خلاص مت من يوم ما اتطلقت من ابو العيلة وزبانية، ومش هيهدالي بال غير لما اخد حقي. يعني مش خايفة لا اروح اقول له؟ ده مهما كان اخو جوزي وعم عيالي. هتروحي تقولي للي بعتر كرامه جوزك قدام خلق البلد كلهم، ولا هتروحي تقولي للي خلى العيال يزفوه ويقولوا من ده بكره بقرشين؟ يا فهيمه، الاخ اللي بجد هو اللي يحب اخوه ويخاف عليه ويبقى ظهره وسند، مش اللي بعتر كرامته وياكل حقه. وبعدين يعني ده الواحد مننا لما بتجيله وجيعه بيقول اخ، وبعدين الواحد مننا لما يتحط في زنقه بيقول يمين، يقول يمين لو احتاج لحاجه كده ولا كده ولا حتى عيه. يعني انت عايزه تفهميني ان لو علوان عيه يا فهيمه
هتروحي تقولي لعثمان؟ لا طبعا يا فاطمة، اخاف يا اختي يموتوا ولا يسموا. يبقى لازم تحرسي يا اختي وتاخدي بالك من نفسك ومن عيالك كمان، وتفكري وتشوفي هتجيبوا حقوقكوا ازاي. الدنيا خلاص، وبعدين حرصي كده على عيالك، لا تصحي فجأة تلاقي نفسك مرمية انت وهما في الرشاح. ايه والله الدنيا يا اختي مبقاش ليها امان. يلا بقى فوتك بعافية. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وهنا يا أخوانا نلاقي ربنا ذكر لنا كلام القتيل الشهيد وتجاهل تماما كلام القاتل، علشان كده القاتل رفع إيده وهدد أخوه تاني. أما القتيل رد بهدوء وقال له إيه؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فكر وقعد وأصر إنه يقتل أخوه، خلاه مرة نايم تحت الشجرة وقام قتله، وبعد ما قتله لقى الجثة قدامه هيعمل فيها إيه؟ وما كانش فيه دفن، ما كانش لسه حد اتقتل يا اخوانا. فقام ربنا بعت له ايه؟ بعث الله له غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. الغراب قدامه غراب ميت، الغراب ضم جناحات الغراب الميت وحفر بمنقاره في الارض وقام حطه بالراحة كده وبهدوء جوه الحفر وردم عليه بالتراب. هو ده بالظبط اللي عمله قابيل في أخوها بيه، حفر حفرة وحط أخوه فيها ودراه بالتراب، وبعد ما دراه ندم. ندم يا أخوانا، فأصبح من النادمين. ندم ليه؟ علشان هو عرف إن هو دفن الأقوى والأفضل، وإن هو الضعيف والأسوأ. القوة بإيه؟ أقوى وأفضل منه بإيه؟ مش بالجاه ولا بالفلوس، أقوى منه بالتقوى. وحدوا الله يا أخوانا، وحدوا الله. لا إله إلا الله. يا دي النور يا دي النور، النبي تدور نور نور على نور. فيه ايه يا اخوي؟ مالك يا عثمان؟ مالك يا حبيبي؟ وشك مزنهر كده ليه؟ سيبيني دلوقتي يا فاطمه، سيبيني. انت زعلان ولا ايه يا عثمان؟ خير يا اخوي؟ مين اللي زعلك؟ انا مش زعلان، انا متضايق. بعد الشر عليك متضايق يا اخوي؟ ايه يا عثمان؟ لا يا حبيبي أنا مش عايزك تشيل حاجة في نفسيتك. آه هو أنا يعني مستغنية عنك؟ ده أنت اللي يزعلك يزعلني واللي يقهرك يقهرني، ده أنا من غيرك ولا حاجة يا أخوي. لا ما تعملش في نفسك كده. كلامك حلو يا بيت ويريح. قطعت حفيظة اللي ما قالت كلمة من دول، ياك تطق من جنابها ما تعرف إيه اللي نابها. لا اخسى عليك يا عثمان، اخسى عليك. بقى أنا بقى قاعدة معاك وعمالين نتكلم ساوي وفجأة كده تجيب لي سيرة حفيظي؟ لا أنا زعلاني زعلاني خالص، لا أنا واخدة على خاطري قوي يا عثمان. ما خلاص بقى يا فاطمة، ما تزوديش على هم هموم. بعد الشر عنك من الهم يا أخويا، إن شاء الله هي اللي تطق من همه وما تعرف مين اللي جنبه. أيوه أمال إيه، إلهي تمتص في نظرها البعيدة. بقول لك إيه يا أخويا، أنا مش عايزاك تضايق نفسك خالص، أنا هروح أعمل لك كوبايتين ليمون. لا هعمل لنا كوبايه واحده ونمزمز فيها احنا الاثنين، بس هروح الاول استحمى واغير هدومي كده ونكمل كلامنا فوق. لا بقولك لو هتستحمي اطفي بقى على الليمون ونستحمى سوا. العواف يا ست راوي. عاوزك تقول لفاطمة إن ست راوي عايزاها. دي هدية؟
وهي تستجري تيجي هنا؟ حضرة العمدة كان يقتلها. انت بس روح قول لها اللي بقول لك عليه وهي هتتصرف. بس اوعى تقول لها الكلام ده قصاد حد، انت فاهم؟ لا ما تقلقيش، من عيني. حاضر، اللي هتقولي عليه يا ست راوي. طب يلا. يو انت واقف كده ليه يا حساه؟ انا بس يعني كان بدي اقول لك على حاجه كده بس مستحي. اوه عايز ايه؟ انا استنى خد. لا 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 يا ست راوية، انت فهمتني غلط، انا مش عايز فلوس. امال عايز ايه يا ولا؟ انا بالمفتشر كده عايز اتجوز البنت حنان. يخيبك يا حسام. يا لهوي بالي عليك يا حنان. يخيبك يا حسام. بقى عايز تتجوز البنت حنان يا حسام؟ ايوه. اتاريك رايح وجاي علينا وانا مش فاهمه، يعني كنت بتقرطصني يا واد؟ لا هو الختمة الشريفة ما حصل بيناتنا حاجة. طب قولي بتحبها يا ولا؟ ايوه بحبها بالقوي. من امتى؟ من مدة كده، يعني أنا لقيتها بنت طيبة وغلبانة زي حالاتي. غلبانة؟ ليه؟ تكونش فاكر إن أنا هديلك البت كده بلوشي؟ لا يا أخويا، دي عايزة مهر وجهاز وفرش جديد كمان، هتقدر؟ يا ست راوي اللي هتقولي عليه، بس انا يعني هجيب منين ما انت عارفه البير وغطاه. عارفه ايه يا اخويا؟ ما انت شغال مع العمده بقالك سنين، يعني مش شايل حاجه كده ولا كده؟ يا ست راوي اهدني بكمل عشايا نوم. يا واد عليا انا يا ست راوي والختمه الشريفي، انا ما حلتش غير الدار اللي بنام فيها دهية وكم هدمه بلبسها فوق بعضهم في الشتي. بس انا برضو مش هجوزها لك من غير شبك ومهر وجهاز. ها خلاص القول قولك اللي هتقولي عليه واللي هي هتقول عليه، أنا هعمل كل جهدي ومش هتأخر. خلاص يا حسين، عشان خاطر الكلمتين الحلوين دول فرش البيت عليا والشبكة كمان، إيه رأيك بقى؟ والختمة الشريفة لو قولك ده صحيح أنا أحب على يدك ورجلك دلوقتي. اوعى يا واد ما ترجمنيش ذنب على الفاضي. ده ده بيتي يا حنان، انت يا بنتي اللي واقفه تتصنطي. ايوه يعني عاملين يا ستي. سمعتي اللي قاله حسام؟ واني هسمع منين يعني؟ انا كنت بعمل الاكل جوه. يعني موافقه ولا مش موافقه؟ لا 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 موافقه موافقه. ينيلك يا بنت. طب روحي يلا شوفي اللي وراك. حاضر. خلاص يا حسام روحي انت بقى. انت يا واد يا حسام. ايوه يا ست راوي. ايه مش قلت لك تروح لست فاطمه ولا هتفضل رجلك مكلبشه هنا؟ داني من عينيا هروح لها فريره. فريره؟ يا واد انت طلعت اهبل زيها. خرابي منكو الحب برد. تسلم ايدك يا فاطمه. تسلم وتعيش يا اخوي، مطرح ما يسري يمري. بس انا زعلانه منك يعني. ايه ليه؟ عشان يعني ما جيتش قلت لي يا بنت يا فاطمه يا حبيبه العمده اني جبت لك الدار اللي كان نفسك فيه والخمس فدادين اللي قلتي عليه. ازاي بقى؟ طب داني حتى حاطط عيني على دار، انما جنه. لا يا اخوي انا عايزه دار بعيني، دار البنت حمديه، عشان شرحه وبرحه كده والشمس داخلاه من كل ناحيه، وبعدين في خمس فدادين وراهي على طول ممكن تكتبهم باسمي، ساعتها هيبقى الدار جنب الارض. اصبري بس عليها شوي اخلص من حكايه راويه دي. هي لو خدت محاصيل الفلاحين زي ما بيقولوا انا اتسوح تبقى مصيبه كبير. انا متعود كل موسم اشتري المحاصيل دي وابيعها. طب واللي يقول لك فكره تستاهل حلاوي؟ ها قول. انت تلم عيال الفلاحين وتقول لهم انهم مطلوبين في الجهادية، قوم ساعتها هم هيجوا يستنجدوا بيك، الحقنا يا جنب العمدة. قوم انت بقى تقول لهم ايه؟ تقول لهم ان ده امر عالي وعمومي وواجب التنفيذ وانك مالكش صالح بيه. قوم هم هيقولوا لك دبر، قولنا بس نعمل ايه؟ قوم انت بقى تقول لهم يمدوا وصولات امانه للمسؤول، ايوه عشان يغفل عن عيالهم اللي هيخبوهم. قوم هم يكتبوا الوصولات ويدوها لك. يا سلام، وهيكتبوا بقى وصولات الأمانة دي باسم أني مسؤول؟ باسم أني يا عمدي. باسمك أنت؟ أيوة يا أخوي باسم أني، عشان تبقى المديونية بيني وبينهم، محدش يرجع عليك بحاجة ولا يقول إنك نصبت عليهم ولا خدت منهم غصب عنهم. أني فداك يا أخوي.
ايه والله فداك، زي ما بقولك كده، والوصولات دي هتفضل عندك انت في خزنتك، يعني هتبقى تحت ايدك، محدش يعرف يتصرف فيها غيرك. ايه يا بنت التفكير دي؟ ايه؟ انفع ابقى مرات العمده؟ مرات العمده ايه؟ ده انت تنفعي تبقي العمده ذاته. بس كده يا بنت وريه ايه؟ اي اوامر بقى يا جناب العمده؟ ما يأمرش عليك عدو ولا زار. هات يا بنت الطربوش. ايه انت طمعت فيه ولا ايه؟ انت هتسوي فيه هات الطربوش. ماليش مدي ياهود. يا بنت هما طرباشة. تعال خد. السلام عليكم يا شيخ عيسى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حسان؟ تعال اقعد. أني يعني كان غرض يسألك سؤال كده، بس عدم المؤاخذة مختشي. لا اسأل ما تختشيش. أصلاً يعني خايف السؤال ده يطلع حرام، يقوم ربنا يخسف بيا الأرض. لا ما تخافش قول. هو يعني استغفر الله العظيم يا رب، ليه ربنا بيسيب الظالم يقعد يظلم 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 كده ولا يهدوش ويخسف به الأرض؟ شوف يا حسان، ربنا حرم على نفسه الظلم وجعل من صفاته العدل والرحمة، ولما بيمهل الظالم بيسيبه عشان يشقى بظلمه لغيره. يشقى. اوعى تفكر ان الظالم بيبقى مبسوط باللي بيعمله، لا ده بيبقى خايف مرعوب. يعني مثلا عتمان اللي انت قصده بكلامك. انا ما قصدتش اي عتمانات، انا قصدي الظالم علولي. الظالم بيبقى خايف، بيخاف يمشي لوحده، علشان كده دايماً بتلاقيه ماشي وسط حرس وغفرة وناس بسلاح علشان تحميه. الله يرضى عليك يا مولاني، ربنا يزيدك من علمه الواسع. طب أنا كان عندي يعني لو فيها سؤال، سؤال صغير كده. قول يا حسان. ليه ربنا بيسيب الظالم يقعد يظلم 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 كده ولا يهدوش ويخسف به الأرض؟ يا اخوانا الجهادية هي اللي طلبتهم، العمدة بقى هيستفيد ايه من وجع دماغه ودماغنا بلمتهم دي؟ ايه ده امر ميري. ايوه الجهادية شرف واهتزاز وافتخار وانشراح. دي الجهادية والجهة دوكها اوامر جاية من العالي بكده، واحنا علينا بايه يعني؟ جاتكم الهم والغم. والغم والهم ما بفهم، ما بقاش وراك يا بلد اللي قلت الراحة. يلا يلا علي يلا علي. سيئة عليك النبي يا ست فاطمه، وحياه اغلى حاجه عندك، ربنا يخلي لك ولادك يا غاليه. تقولي لعمده يسيب الواد سلام اخويا، ده هو اللي بيجري عليا وعلى اخواتي، ولو راح مننا مش هنلاقي اللومه يا غاليه. واني مالي يا بت؟ اني مالي؟ انت بتكلميني ليه؟ هو اني يعني اللي رحت قلت للحكومه تعالي اطلبيهم يحكومي؟ انت الخير والبركه يا ست الكل، كلمه منك للعمده يشوف له صرفه يخرج الواد سلامه. يعني هو سلامه اللي هينقص عساكر الجهاديه؟ ده واد قصير وقل. واللي تأمري به يا غاليه اعيش خدامه مداسك.
يا بنت هو انا اعرف المسؤول اللي هيجي ده هيبقى طلباته ايه؟ ما احنا لازم نعرف طلباته عشان نوفيها له ونزوغ اخوك يا اختي من الجهاديه اللي تؤمري بيه يا غاليه. اتفضلي يا غاليه. استغفر الله العظيم. هاتيلي المداس ده يا بنت. حاضر يا ست الكل. خلاص روحي شوفي كنت بتعملي ايه. حاضر يا ست الكل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زفت الطين انت. ما هو ده سيادتك اللي حصل. يمين بالله والكتمة الشريفة انا كنت ماشي ولا بيا ولا علي في امان الله، اذ فجأة طلع علي عالم مثل التمين مغطين وشوشهم كده، ما عرفتهمش، قاموا خافين مني السلاح بالغصب وقالوا يا فكيت. اهطل. اي والله اهطل. ما هو بعيد عنك الغفر الحداية هطل وعط وده اهطل عبيط فيه. والله يا جنابك طول عمر العمدة عثمان بيشتكي منهم مر الشكوى، ودي سعادتك شفت بنفسك عمايلهم السودا اهو. انما هنقول ايه؟ ما فيش قدامنا حاجة غير ان احنا نقول استغفرك يا رب واتوب اليه. يعني انا دلوقتي اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انت عارف عملتك دي ممكن تتحاكم فيها وتتحبس كمان يا حمار. واني كنت هعمل ايه بس يا حضرة المأمور؟ انا كنت ماشي لا بيا ولا علي وهم كتير واني لا حول ليا ولا قوة. وهم كتير وانت الواحد وانت بقى شغلتك ايه؟ شهيق ولا غفير؟ يا واد يا هبل انت. بقى ما تجيش غير منك انت يا حسان. طب سيبها الواحد من الاغبياء اللي واقفين وراك دول، ده احنا بنقول انت اللي فيك الرامة. وبعدين يا هبل انت، انت متعين غفير للحراسة. عايزنا يعني نعين لك ناس يحرسوك انت وسلاحك؟ هحطك في الحجز. يلا. ليه بس يا حضرة المأمور؟ هو انا سرقت ولا نهبت؟ انت تخرس خالص. انت كمان مش عارف هبت ايه؟ في حد يتاخد منه سلاحه يقول انا بعمل ايه؟ يلا يا حمار خدوا على الحجز. ليه بس كده يا حضرة المأمور؟ امشي حضرة العمدة الحجز. امشي يلا. العواف. ايه فيه ايه؟ عايزك في كلمتين بس يا عمدي. طب بالاذن بقى بس اشوف الجماعة عايزين ايه واجي. بالاذن. انت اخبارك ايه يا جناب المأمور؟ الحمد لله يا شيخ ابوك الحمد لله. فيه ايه؟ مش انا قلت لك ما تطلعيش من الاوضه لما انا اقول لك؟ يوه ما قلنا عايزاك في حاجه ضروري يا عمدي. اللي هي ايه؟ الناس بره هتمول نفسها على عيالها وخايفه لا يتجرب حق وحقيقه على الجهاديه، عشان كده عندهم استعداد يعملوا اي حاجه احنا نقول عليها. بقول لك ايه يا عمدي؟ انا كلامي طلع صح وكل كلمه قلتها لك اهي بتتنفذ اهي، مش ناقص غير ان احنا نتمم اتفاقنا. اتفاق ايه؟ ايوه يعني اكتب لك المديونيه باسمك. يا بت انا عايزه ابعدك انت عن وجع الدماغ ده. ده دوشه. لا يا اخويا لا دوشه ولا حاجه. انا بحب الدوشه. وبعدين جرى ايه يا عثمان؟ انت هتضحك علي ولا ايه يا اخويا؟ لا انا زعلانه منك. زعلانه ايه ومنك؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ الناس بره دلوقتي مش واخده الكلام ده. لا يا اخويا وقته. وانت اذا ما تممتش المديونيه انا هطلع اقول للناس كلها ان ده ملعوب. اي بت اتجننت ولا ايه؟ لا يا اخويا ما اتجننتش. انا عايزه اضمن حقي. ايوه امال ايه؟ عايزه امن مستقبلي ومستقبل الواد اللي جاي ده. ولا انت يعني عايز نقبي اطلع على شونه بعد ما تعبت وفكرت كل التفكير ده؟ يعني انت يعني تمسكيني من ايدي اللي مش بتوجعني وبتلويها عشان توجعني؟ لا يا اخوي انا اللي حبيتك بزياده، حبيتك خالص، وخايفه يعني بعد ما اخلف الواد اللي انت نفسك فيه ترميني وتستغنى عني. عشان كده انا عايزه ابقى ريحك في كل حاجه، كل عامله تعملها ابقى جنبك. بدل ما تستغنى عني وترميني واني غلبانه وماليش حق. خلاص خلاص اصبري بس اما الناس دي تمشي واقعد انا وانتي على دفتر الوصولات. يخليك ليه؟ ده انت طلعت ايه؟ ده انت بلوى مسيحه. ده الشيطان يجيلك يفتح حجره ويقولك عبيلي واديلي. ايه ده؟ يا مؤاخذة جناب، يعني كان فيه موضوع كده بس الواد حسان ده انا متوقعه. أنا اللي هخنقها الأول يا 19. قلت لك يا ريس 7 إن أنا اللي هخنقها الأول. أنا اللي هخنقها الأول. أنتوا جايين تخنقوها من غيري. إحنا كنا جايين نخنقها من غيرك. بطل سوء الظن بتاعك ده بقى يا سنجاب. إحنا كنا جايين نخنقها من غيرك. أيوه. إحنا عايزين ننظم الخن. ننظم الخن. يعني نقول 1، 2، 3 ونخنق كلنا. أودي.
موتي عشان العمده وستد بطنه يتبسط موتي 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 موتي. خلاص يا حفيظة، حتى لو الحكيم قال إنك سليمة وعتمان هو اللي معاهم، هيفيد بإيه؟ ما اللي كان وراح وما عادش ينفع. يا ما نفسي أتكلم مع حد دلوقتي، أقوله اللي جواي، أقوله إني عايزة أصرخ، عايزة أقول جاي، عايزة أتكلم، أحكي، أتحدث مع أي حد يسمع وجعتي. يا حفيظة، العمر جري بيكي ولا ليكي صاحبة ولا خليلة حتى نظيمة، أنت عارفة ومتأكدة أنها بتاعت مصلحتها. يا ترى لما هتموتي حد هيزعل عليكي؟ حد هيترحم أو يحزن عليكي لما أجلك يجي وتموتي؟ وهواني يعني كنت حمسك عليك الوصولات دي؟ طب وأني قلت حاجة يا بنتي يا هبلة أنتي؟ لا هبلت إيه؟ ده أنت طلعت دهية الدواء. اسمع يا عمدي، الأول أنت كنت بتقولك يعني معاك زي ما معاكش، لكن دلوقت أنت لازم تعمل حساب ابنك اللي جاي وإخواته كمان اللي جايين بعديه، عشان كده انت لازم تأمنهم كويس قوي وتخلي مداسهم فوق راس البلد كلها. ما هو خير ربنا كتير يا بيتي والحمد لله. أنا عارفة يا عمدي، بس ناس البلد دي ساو، والواحد منهم لو اتمكن هيعمل اللي ما ينعمل، عشان كده محدش يستجر يا فاطمة، وانت عارفة كده كويس. يا أخويا ربنا بيبدل الحال في يوم وليلة، طب مين كان يصدق ان فاطمة الغلباني تبقى مرات جناب العمدي؟ عشان كده يا عدمان انت لازم انت ملك عيالك البلد كله. يخرب عقلك يا بيت، عايز انا اكوش على البلد كله؟ انت هتوديني في داهيه يا اخويا، بعد الشر عليك، تف من بقك. انا قصدي يعني ان كله هيتم بالقانون وبالاصول، ومحدش هيقدر يرجع عليك باي حاجه. بقولك ايه يا فاطمه، من غير لف ولا دوران كده، قولي كل اللي عندك نوبه واحده، يعني بلاش تتكلمي بالتقسيط. اولك شي نخلص من السيد. السيد؟ تمالك انت ومال السيد؟ ايه اللي جاب سيرته دلوقتي؟ يا اخويا السيد مقهور من يوم ما انت كتمته، وبعدين داير بصراحه في البلد كده يعني يقول كلام يضرك اخر ضرر. وبعدين احنا لو خلصنا من السيد هنخلص من حفيظه اللي مستقويه به دي. ماشي، دي اقولكش، وايه كمان؟ تاني هام اخوك علوان، انت تعرف ان علوان كان في مصر؟ ما يروح مصر ولا يروح في 60 داهية. انت عارف ان علوان اخوك راح لمحامي عشان يوكله ويرفع قضية يثبت فيها انك واكل حقه؟ ما كده علوان لساك بتزن في الشر. طب واللي يقولك حل يخليك تأمن شر علوان وسيد نوبة واحدة، تعمل معاه ايه؟ حل ايه؟ يا بهجة الروح قد لي بالوصال، يا بهجة الروح قد لي بالوصال، ده الفؤاد مجروح ولا له احتمال، ده الفؤاد مجروح ولا له احتمال. العواف ازاي تهجر؟ الله يعافيك. هو حضرة سعادتك الشيخ اللي جانا من مصر؟ أيوه، واسمي عيسى. وانت يا سيدنا الشيخ بتمزك وتغني ازاي بقى؟ أنا ما تشرفتش بالاسم. أنا اسمي منار. عاشت الأسامي. فيها ايه بقى لما مزج وغني؟ ما هو الترتيل والتجويد اللي في القرآن فيه نغم. الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة للمدينة
أهلها علشان يقولوا له إنهم فرحانين بيه فرحة كبيرة كانوا بيغنوا. أيوة غنوا له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. أنا كمان كنت أحب أغني، بس من يوم ما العمدة عثمان قتل محروس وأني بطلت أغني. مين محروس؟ محروس ده الراجل الوحيد اللي حبيته، كان خلاص هيبقى جوزي وراجلي وسندي. موجوعة قوي ياما، قلبي وجعني قوي، مش لاقية حد يسمعني ياما، مش لاقية حد ارتاح له ولا يريحني. الدنيا ضاقت بيا قوي ياما قوي. موجود يا حفيظة، ربنا لسه موجود، اشكيله هيسمع لك، هو الوحيد اللي حاسس بوجعتي، هو اللي سري هيبقى معاه في امان، هو اللي هيشيل عني كل الهموم. همومي يا حفيظة، ده انتي مليانة ذنوب، ده انتي كلك ذنوب، وربنا ما بيحبش اللي زيك يا حفيظة، ما بيحبش اللي زيك. لا لا، ربنا بيغفر لكل الناس، مش كده ياما؟ بيغفر للي يتوب له ويندم. هو انت ندمانه يا حفيظه؟ بكلمك يا ولية، ما ترد تقولي كنت فين. الصباح رباح يا عمدي. الصباح رباح يا فاطمة. صباح ايه يا اخوي؟ ورباح ايه يا اختي انت كمان؟ صباح ايه ورباح ايه يا اختي انت كمان؟ انت ازاي تعتبي عتبة الدار من غير ما تاخدي اذن جوزك؟ هي سايبة ولا سايبة؟ انت مالكيش حاكم يحكمك؟ ايوه هي سايبة، انت مالكيش حاكم يحكمك. والنبي سيبني السعادة يا عمدي. سيبها السعادة يا فاطمة. أسيب مين؟ ده أنا لو جوزك كنت قمت كلتك كده بسناني وقطعت لحمك نساير نساير ورميتك لكلاب السيكك. أيوه ده أنا لو جوزك كنت فين أنت السعادة لغاية دلوقتي ما تطلعي تقولي؟ كنت مطرح ما كنت. عايزني أعمل إيه؟ أشق هدومي ولا أولع لك في نفسي عشان ترتاح؟ انت بتبصلي كده ليه يا اخوي؟ قوم اديها قلمين على السده دول يفوقوهي. ايوه كده وريها العين الحمر، انا عايزاك تشكمها كده وتجيب مناخيرها الارض. ما
انا شكمته وجبت مراخين على الارض. بروع عليك يا توت، بروع عليك يا حبيب. بلك يا عثمان؟ ايه؟ انا حاسه انني كده مبسوطه، ومبسوطه خالص، وحاسه يعني انني عروسه جديده. ايه والله. وانا كمان يا بنت مبسوط قوي لانبساطك، وانا كمان برضو حاسس انني عروسك عريس جديد. يا اختي يا اختي. طب اقول لك على حاجه كمان. ايه؟ انا حاسه انني النهارده ليله دخلتي. بجد يا بنت؟ بجد يا توتو. بجد 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 بجد. أول ما عينيا جت على عينيكي حبيتك، نفسي روح تضم روحك. استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بصوا بقى يا رجال، أنا مش زي العوم دي، لا أنا فلاح منكو، يعني كل اللي بتقاسوا منه أنا عارفه وحاسه. أيوة أمال، أما جات لي فرصة أساعدكم قلت والله العظيم لأني أعمل ما لا يعمل عشان أقف جنب أهل بلدي. أيوة أمال، أحبابي الفلاحين والمزارعين اللي على فضل الله الكريم. ربنا يخليك يا أبو العيلة ويخلي الست راوية يا رب. اللهم أمين. بس الأول شرط آخره نور، إذا سمعت ولا شفت إن واحد فيكم راح عطى العمدي إن شاء الله قرات أرض واحد، هو حر في اللي هيحصل فيه. فاهمين؟ آه، إحنا هنتفق على الكلام كله، هيبقى مكتوب وهتبصموا عليه. أيوة أمال، أنا حابب أساعدكم آه، إنما ساعة الحق أنا أجيب حقي من حنك السب. يبقى توكلنا على الله. يلا بصوم لهني. يا سلام يا ولاد، أول مرة أمسك 10 جنيه في إيدي. الليلة عيد يا ولاد. طب يلا سيبوني دلوقتي. يلا روحوا غادي، خليكوا قاعدين ما تمشوش، احنا لسه ما خلصناش. ها ازاي الحال؟ تمام. في ناس جت من البلد اللي جنبين ودفعت لهم. المهم بس يا ابو العيله يبصم، انت عارف دي فلوس ناس ولازم ترجع، يا اللي هيعلقونا زي الدبايح. ايه جرى ايه يا راوي؟ ودي كله ايه؟ مش بصمه دي؟ بصمه اهو. شاي يا ست راوي. انت يا بنت، انا مش قلت للواد حسان انه يروح لفاطمه يقول لها ان انا عايزاها؟ نبي يا ست، لا شفته ولا قابلته من ساعتها. من ساعتها؟ قولي من يومها. مش عارفه هتتجوزيه ازاي. انا مش عارفه هو غاب كده ليه. المنايل يكونش نسي. نسي؟ طب يا اختي تروحي لفاطمه في الخباثه وتقولي لها ست راوية عايزاكي ضروري، بس لازم تخليها تيجي، انت فاهمه؟ عيني حاجه تانية؟ لا يلا. انت مالك مساهم كده ليه؟ خدي يا حنان. ايوه يا نعمه. هتفوتي على الواد حساي، هتقولي له روح يجيب لي الاولاد، انا عايز اشوفه. عيني حاجه تانية؟ ايوه. خدي امسكي دول بس تجيبي الباقي. حاضر. هاتي لهم حاجه حلوه. عيني حاجه تالتة؟ قصدي يعني حاجه تانية؟
قولي يا بنت. يا نيالك امشي. وانت يا اخويا انت وهو اللي بصم وخد فلوسه يتكل على الله يلا وما اشوفش وشه غير اخر الشهر، وعلى الله حد فيكم يلعب بديله هقطعه له. انا مش قلت ما تخرجيش من الدار دي؟ وفيها ايه؟ بيقولوا ليكي راجل. ادخلي جوه يا راوي، ادخلي جوه. سيدنا ابراهيم كسر الاصنام عشان هو لا بتنفع ولا بتضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حسان؟ ازيك انت يا شيخ عيسى؟ انا الحمد لله عال قوي، ده انا حتى امبارح كنت في الحجز. حجز؟ ايوه، اصل انا بيني وبينك كده ضيعت بندقيه الميري. كلام في سرك كده يا مولاني، انا اللي رميتها في الرشاء. ايوه، وانا مش هتني ماسك سلاح احرس به الظالم. وسابوك؟ ايوه امال ايه، سابوني بس بعد النهده، اصل هم عارفين ان انا عويل. بس يا ولاد قاموا بعد النهده قال لك نرفيده من الشغلانه المهببه دي، واديني كده ايه اخر راح تقولش همي وانزاح. خلاص يا حسان ركزوا يا ولاد، ركز معايا دلوقتي. قصه سيدنا ابراهيم مش المهم ان انا ابقى حافظ القصه، المهم ان انا ابقى فاهم المغزى اللي ورا القصه، ايه المعنى اللي ورا القصه. سيدنا ابراهيم اول مغزى كان بيفكر، كان بي ايه؟ بيفكر. بيفكر ويدور فين ربنا، هو الشمس ولا القمر ولا السحاب ولا القوه اللي ورا كل دول. يبقى هي دي اللي لازم نعبدها، القوه اللي بتحرك الناس دي كلها، وهو ده اللي خلاه يوصل لربنا. تاني حاجه كان شجاع لما راح كسر الاصنام وحط الفسح الكبير بتاعهم، عنده الشجاعه انه ياخد قرار ويتحمل المسؤوليه، وكمان ساب ربنا يختبره لما رموه في النار، قال لك ده اختبار من ربنا، اكيد ربنا هيقف معايا فيه. يبقى احنا يا اولاد كل اللي لازم نعمله ايه؟ نفكر ونفهم ويبقى عندنا الشجاعه عشان لما نكبر نقول على الصح صح ونقول على الغلط غلط. فاهمين؟ فاهمين يا شيخ عيسى. بصوت عالي، فاهمين؟ فاهمين يا شيخ عيسى. فاهم يا حسان؟ ايوه امال ايه؟ هو المحامي ده قال لك ايه؟ انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقولها دي، انا ما نمتش من امبارح. قال لي ان احنا هناخد ارضنا عثمان عشان ياخد الارض ويبقى ليه حق فيه، لازم يجيب عقد بيع وشراء او تنازل من ابويا الحاج الله يرحمه. طب ما يمكن ابوك عمل كده وكتبها له. يبقى ساعتها عثمان عنده حق وانا استاهل ضرب البلغ يا فهيمه، واحط لساني كده جوه حلقي واسكت خالص. ما اقصدش يا اخويا وحياه ربنا، مالك يا اخويا كده متزرزل ليه؟ عشان انا عارف ابويا كويس، ابويا الله يرحمه كان راجل حقاني ودغري، عمره ما كان حق حد ولا جار عليه. ده كان يا بت لما يدي لعثمان حته زفر كان لازم يديني حته زيه. مش معقول بقى يكتب له الارض كلها ويسيبنا انا مالت كده. حلوه يا بت يا حمديه، يلا عجني في البدري. ايوه ايوه يا بت يا حمديه، ايوه 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 يا حمديه. يا سلام يا سلام، بتعملي ايه يا بت يا حمديه؟ بعد اذن حضرتك، يعني يا الست حفيظه طلبت مني اعمل لها فطرتين على رغيفين عيش، بعد اذنك يعني. يا اختي وبعد اذني ليه؟ ما هو كله خير وزاد للدار. ايوه ايوه. انما ايه الجلابيه الحلوه دي يا بنتي يا حمديه؟ هي فين دي؟ ايه؟ جلابيه يا بنت اللي انت لابساها. جلابيتي انا؟ ايوه يا بنت، مين اللي عاملها لك؟ دي حلوه خالص. انا اللي مفصلها بايدي، ده انا قسطه. يا عفريتي. ايوه. ما شاء الله يا ما شاء الله. اتفضلي. وريها لي كتاب كده. شوفيه؟ ايوه عايزه اقيسها. لو عجبتك اعمل لك زيه. واللي يبقى لك الحلاوه. لا انا شاطر. يا سلام سلم يا اولاد. حاضر يا سلام. حاضر. اهي يا اختي قيسي براحتك، ولو عجبتك اعمل لك منها اتنين تلاته. اي والله. ايوه عجباني عجباني الا عجباني. وفيها سوسته من ورا. يا سلام سلم. إيه. يا سلام. ايه يا بنت قميص النوم الحلو ده؟ بصلي يا بنت. لا ده انا قللت الادب قوي. بصلي يا بنت. جوزي بيحب البصلي. انا جوزي بيحب حاجات تانية. بيحب التومي. الله عليكي. يلا يا ست بصلي اعمل لك جلابيتك. ماشي. حلوه يا ست جلابيتي عجبتها؟ سبحان الله
الحلوة دي انت يا غفير سنجاب، انت يا هباب البيره. ايوه نعمين جنابك. خد الجنيه ده عشانك. عشان اني يا رب يخليك يا ست فاطمه يا رب، ويا رب يخليك يا ست فاطمه يا رب. بس ده مش لله في لله كده. أموري جنابك. أنا هطلب منك طلب، لو عملته زي ما أنا عايزة هديك حتة بعشري مرة واحدة. عشرة إيه دي؟ عشرة جنيه يا عم القلب. يا لهوي بالي، اعتبريه حصل يا ست فاطمة، حصل. أموري. أقول لك فهيمي، اوعي تيجي جنب حفيظه ولا لسانك يجي على لساني. مش عايز اي حد يعرف انا بعمل ايه خالص، عايز اتمني يفوجئ باللي انا بعمله وما يكونش متحضر ليه خالص. حاضر، اللي تقول عليه ماشي. اوعي تكوني جبت سيره لحد يا بيت. اني وما امسي دي السايح ابدا. والبت فاطمه دي مش عايزك تيجي جنبيها خالص. ليه؟ هو حصل حاجه؟ البت دي بقت في حضن عتمان، والبلد كلها بتتكلم عنها اكنها بتتكلم عن عتمان. والنبي البلد دي كلتها ملهاش غير اللت والعجن. خدي حذرك يا فهيمه، البت دي بقت عامله زي الطور اللي كان جعان ولا ارض برسيمه مخطر. انت راخر ظليمها يا علواه. ظالمها مش ظالمها، مالكيش دعوه بالبت دي وما تجيش الدار عندنا هنا تاني. انت فهماني يا بت؟ خلاص يا علوان، هو انا اقدر اكسر لك كلمه اللي تقول عليه ماشي. اوعي يا فايزه كده، اوعي. فهمت اللي انا قلت لك عليه؟ فهمت جنابك. اتكل. ازيك يا فاطمه؟ بنت يا حنان، عامله ايه يا بنت؟ ونبي بنت حلال، كنت لسه هعدي عليكي. والنبي انت خلاص نسيتي حنان وتركتيها من بالك خالص. اخس عليكي يا حنان والف اخس، بقى ده كلام يطلع منك يا بنت؟ ده انت اختي وحبيبتي. بقولك ايه يا فاطمه، الست راويه عايزاكي ضروري. هو الواد حسان ما قالكيش؟ حسان خبتي على حسان، حسان لهبل ضيع سلاحه الميري وجناب العمدي والمأمور كانوا هيسجنوه. يا لهوي بالي؟ ايه والله زي ما بقولك كده، بس انا كلمت العمدي وهو قال لي ان هو هيدبر له حته سلاح يحطها يعني بدل اللي اتسرقت ولا اللي ضاعت دي، وهيستكفوا يعني ان هم يعزلوه من درك الغفر. يا عيني يا حسان، والنبي يا اختي ما كنت اعرف خالص. يلا فوتك بعافيه بقى. هو ايه اللي فوتك بعافيه؟ جرى ايه يا بيت؟ انت جايه تترشي الكلمتين وماشيه كده على طول؟ ما تستني ما نشرب كوبايتين شاي ونقعد نتكلم شويه. معلش يا فاطمه، لحسن ست راويه تستعوقت، بس امانه عليكي تروحي لها لحسن تنكد عليا، واني اصلا مش ناقصه نكد. يا حول الله يا رب، يعني الواد حسان ضيع البندقيه الميري بتاعته؟ يا شيخه احسن له، هو الميري بيجي من وراه ايه غير التعب والهم والقرف؟ اهو يدور له على شغلانه تانيه يسترزق منها بلا نيلي. بقولك ايه يا حنان؟ ايه؟ ينفع اطلب منك خدمه؟ وامريني. انا عايزاكي وانتي ماشيه تعدي على الواد زناتي الحلاق، تقولي له يحضر لدوار العمده في التو واللحظه. قال لك انا بالعمده كان قال لي اقول له حاجه وانا نسيت، ولو جه لقاها ما حصلتش هيقندل عيش اخر قنداله. من عينيا الاثنين يا اختي، يلا فوتك بعافيه بقى. تسلملي عليكي يا حنان، خطوه عزيزه يا اختي.
ادناني بس اتكلم مع علوان واشوف هو عمل ايه. مالكش انت صالح بالموضوع ده؟ لو انت يعني عايز تفهمني ان هو هيقعد معاك انت ويقولك هو بيعمل ايه من ورانا، لا طبعا، ما هو عارف ان انت هتيجي تحكي لي على كل حاجه. هو اهبل ولا اهبل يا عم؟ سيبهولي انا ليه يا سكه معاه؟ سيب لاني بس الموضوع ده وخليك انت في البلوه اللي وقعت على دماغك ودماغك. لا بلوه ولا حاجه. طب يستجري كده نفر في البلد دي يبيع ليمونه واحده للي اسمه ابو العيله دي وشوف انا هعمل فيه ايه. استغفر الله العظيم يا رب. يا عم اسمع الكلام، ابعت انت هات الواد ابو العيله واقعد اتكلم معاه. شوف يا عمده، الناس في البلد دي قرش واحد زياده مش يبيعوا لك ارضهم بس، لا ده يبيعوا لك عيالهم كمان. يا عم اسمع الكلام، ابعت هات الواد واقعد اتحدث معاه، على الاقل نعرف مين اللي وراه عشان نعمل حسابه. لو انت عايز ناني اقعد مع واحد نطع زي دي راس براس كده وناخد ودي معاه في الكلام، لا يمكن طبعا ابدا. المصلحة يا عم. قال ما تنشفش دماغك عشان المصلحة النار. وبعدين انت حر تبعد تجيب وما تبعدش، دي حاجة ترجع لك. إنما أقول لها أتمان، أخبار فاطمة إيه؟ إيه يعني أخبار فاطمة إيه؟ مش فاهم تقصد إيه؟ لا أقصد إيه؟ يعني مفيش في السكة حاجة كده حاجة كده. لا يا أخويا لا كده ولا كده. أنت يا غفير يا زفت أنت. نعمين يا حضرة العمدة. تروح للي اسمه ابو الزفت ده تقول له يجي لي هنا في الحال والتو. يلا. مين ابو الزفت ده؟ اللي اسمه ابو العيله، قول له العمده عايز تحدث معاك. يلا روح. حاضر. كده عداك العيب يا عمده. هو العمده مشي سكتم بكتم كده ليه؟ في حاجه يا عمده؟ هم يا ولد. وي حسان يا جارشهم، ده انت ملكوت يا اد والله. القصد يا ابو الشيخ محمود، احنا عايزين حسان يشتغل عندك نفر في الارض وهو يرزق من حلال، وربنا يفرجها عليك وعليه. علينا وعلى الجميع يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين يا رب. ماشي يا حسان ماشي، انت تسعدني وتكترني وتشرفني. ربنا يخليك. الشاي. تسلمي يا غاليه يا مرات الغالي. ما نعدمهاش يا حاج. يا مرحب يا مرحب. تصدق بالله يا شيخ محمود، انت والشيخ عيسي اكتر اتنين في الدنيا دي كلها بحبهم. انت عارف حسان رغم انه فهمه على قد وادراكه للاشياء ضعيف الا انه ضميره صح. ايوه امال ايه، ده انا فهمي على قد بالجامد وما ادراكه بالاشياء كمان. ابوها الله يرحمه برضه كان طيب قوي كده زي حسان تمام. مره سمع له نكته من واحد بسطته قوي وضحكته قوي، قام قال ارمح اقولها للوليه ام حسان. راح لها قال لها النكته، قالت له ها ها بايخه، قال لها ها ها طالق. الله يرحمه. الله يبارك لك يا عم حسين. السلام عليكم. يا راجل طب رد السلام، ده حتى السلام لله. عايزاها مبروك. لا كده بقى يبقى في حاجه في نفسيتك من ناحيتي. مبروك كده اهو من غير شيخ ولا حج ولا خال ولا عم ولا حاجه ابدا. عايزاها اخلص، انا ماليش طولة بال ليك. تصدق انا اللي غلطان، غلطان اني جيت لك لغايه عندك عشان اقعد معاك واتحدث معاك في الـ في الايه. قول لي بقى. شوف انا مش هزعل منك يا علوان، لاني عارف ان انت من حقك تزعل، بس اللي انا عايزك تعرفه حاجه واحده بس، انني اكبر منك في السن وعارف الدنيا اكتر منك. والدنيا اللي انت عارفها دي علمتك ازاي تبقى ضلالي؟ دي لا لا يا علوان، عيب كده خديش امها ليه الكلام ده؟ عيبه يا راجل يا ناقص يا اللي العيب بيشر منك انت. على النعمه من نعمه رب ما غرت من وش في التاو، لا جيب راسك بالفزع حتتين. روح قول للعمدي اللي بعتك دي ان ابو العيله بيقول لك انه مش فاضي مش جاي ما يروحش لحد. ايه امال؟ واذا كان هو عايز مني حاجه يجيني، بس قبل ما يجي يبقى ناخد ميعاد. حلوه حلوه معدي بقى. انت عايزني اقول للعمده بتاع بلدنا وعمدتك انت كمان الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايوه امال. يوه
زي ما سمعت كده، ويلا اتفضل امشي من هنا. انصرف يا واد يا غفي. طيب ما تشخطوش كده. يو ايه؟ مهاني اروح اقول للعمده الكلام اللي انتوا بتقولوا ده؟ ده كده ابو العيله ده اتجنن. طب امشي يا نمر انت يا حفيظ. الباب من هاني. يا لطيف يا رب. اتكل على الله يا لطيف. صح كده يا ابو العيله، لا تخاف منه ولا تنهزه، العمده ده فاضي وهايش على ما فيش. انا خلاص ما عدتش لا خاف ولا كيش، والعمده دي يومه قرب، وساعتها هدوس عليه ببلغتي وعلقه ملط في الصدر، خلي البلد كلتها تتفرج عليه وتشفي. أموت فيك. يلا تتسدد بقى امتي. اه يا ميري بختك يا حمديه. يلا استهوي. يا خرابي يا عرابي. ايه يا عمدة؟ ايوه جرى ايه يا راجل؟ وانت ما يحرقش الكلام الفارغ ده الا في الزريبي واخد على شغل المواشي. ايوه يا اخوي، كل مره تاخد غرضك مني وترميه. بقول لك ايه، نسوانك الاثنين هني. الله، حفيظه مقدور عليها، فاطمه دي العقربه، ما ينفع. يا مصيبتي. استنى استنى. ايه يا بنت؟ استني في ايه؟ استنى ايه يا ابن الكلب يا وطي؟ استنى ايه؟ اقول بس في ايه؟ حلاوة مقلاوة. حلاوة ايه؟ ابعد، ده احنا شيالين طيبات. عايز مني ايه؟ عايز ايه كمان؟ اوعى دي بنت تستني محدش عوجوه. اوعى انت جت بتفعل ده، اتجننت. استني بنت، استني استني بنت. امشي امشي يا ابن الكلب. انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا كده في بيت العمدة؟ إيه؟ يا نكسين يا ولاد الكلب، ده بيت العمدة ده جامع، جامع يا ولاد الكلب يا نكسين. وجوزك الطور ده يعني بتعملي كل ده وجوزك الطور ده ما يعرفش؟ انت بتخني مع مراتي يا كلب. يا سلام يا ولاد الكلب. يا سلام 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 يا انا هشرب من دمك. هقتلك. مش اخدت الجلابيه. جلابيه ايه يا بنت؟ طب اكتبي كلمه تتسدى. احمي يا استفاده. مش انت شاهده يا اختي؟ انا عملت حاجه. تعالي قدامي. قدامي قدامي. قلاني ناقصه هدوم. قدامي انا ناقصه هدوم يا بنت الكلب يا كدابي. ليه عملتي كده؟ ليه هو ايه اللي عملتي كده؟ ليه حرام؟ دي لو راحت ذنبها هيبقى في رقبتك. ويبقى ذنبها في رقبتي ليه يا اختي؟ هو انا اللي قلت لها تروح تعمل العمايل البطله دي؟ ولا يمكن انا اللي قلت لها؟ وبعدين يا حافظي، ما انت ذنب البلد كله في رقبتك انت. كان جرالك ايه يعني؟ ما انت واقفه اهو زي القرد قدامي. أما عجاي، وبعدين ما تخافيش قوي كده يا اختي عليه. ما تخافيش، جوزها هيسيبها مش هيقتلها ولا حاجة. عارفة ليه؟ عشان هو كان عارف إنها كانت ويا العمدة قبل كده. كان عارف.
ما تخافيش. ايوه والله زي ما بقول لك كده يا حضره العمدة. انا الصراحه كنت مكسوف اقول لك، بس قلت لا لازم اقول لك عشان توقف الواد ده عند حده. لا وبيكلمني وايه وحاطط رجل على رجلي ومجعوص قوي وكانه بنبار مديله. بقى كده يا ابو العيلي؟ لا والست اللي متجوزها دي اللي اسمها راويه ولا مش عارف اسمها ايه؟ حضره العمدة الحاجز يا حضره العمدة الحاجز يا عمدة زناتي انا في اللي بطيء وعايز يموتني. يموتك ليه يا نيل؟ عايز عملت ايه؟ سجام سجام اجري هنا دلوقتي اجري هاتوا المجرم ابن المجرمين. مجرم يا مجرم يا ابن المجرمين. حد يبلغ المأمور بسرعه. يا نهار اسود ايه دي؟ ونطلع من نصيب على عين صايب عشان خاطري استفقوا. والله والله اللي تتهزلوا سبع سماوات لعيش خدامة تحت رجليك يا اختي. والله والله ابكي يا حمدي ابكي وتلوي زي ما كنت بتتلوي من فرحتك فيي وغمزك علي. اتلوي وابكي زي ما فرحتي في داري اللي ولعت وحالي اللي اتشن. اتلوي يا بنت زي ما كنتي بتتلوي في حضن العمد. انتي ضحكتي امبارح يا حمدي والنهارده انا اللي هضحك وهضحك بالقوي كمان، واللي يضحك اخراني هو اللي يضحك طوالي يا بنت. معلش يا استفاطمه يا اختي والنبي وحياه حبيبك المصطفى لا تقولي لجوزي على الحقيقه يا اختي كله الا الفضيحه. قولي له ما عملتش حاجه صح؟ صح يا استاذ فاطمه؟ صح انا عملت حاجه؟ طب وحياه ولادك اللي بتتمنيهم يا شيخه انا عملت حاجه؟ هو اني اللي كنت عملت حاجه؟ انتي كنتي قلتي الحق؟ مش انتي اللي رحتي قلتي انني كنت باجي هنا عشان عتمان؟ مش انتي اللي رحتي قلتي انني كل يوم كنت برمي شرف جوزي في حجره؟ مش انتي اللي قلتي؟ انتي غلطانه يا اختي انا غلطانه والله والله غلطانه. هاتي يا اختي النار اضربيني بالنار. بصي ولعي فيي بس الفضيحه لا الفضيحه لا الفضيحه لا لا لا. صلاه عليك النبي. زمان قلتي علي انني زانية والنهارده انا اللي قلت عليكي والناس كلها صدقتني. عارفه صدقوني ليه؟ عشان انا مرات العمدي واللي تقوله مرات العمدي لازم يبقى هو الصح. انجدني انجدني يا عمدي ابوس ايدك ابوس رجلك يا ابوس. ابعدي عنه يا بنت الكلب يا نكسة. في ايه؟ ابعدي عنه يا زباله يا نكسة يا بنت الكلب. انا قلت لك دوار العمدي ده جامع مش للعمايل البطالي اللي انت كنت بتعمليه. يا ولية احتشي على دمك تفوق خافي على عيالك. الناس يقولوا عليهم امهم كانت ايه؟ كانت ايه يا بنت الكلب؟ اني اني حسبي الله ونعم الوكيل. يا مفتري يا بنت يا بنت من هنا امشي يا بنت يا بنت ستي امشي لتحتك دماغ امشي بقى يلا بقى امشي امشي هو قول ده وفيه عملت ايه البنت دي؟ روح حتى يا العايدة روح حتى يا العايدة يا بعيمة يا خد يا شايدة يا بعيمة يا خد يا شايدة روح حتى يا هولة روح حتى يا هولة وقت الفجر على رسوله وقت الفجر على رسوله قولوا الحمد يا العايدة كويسة؟ كويسة؟ لا بس برضو موت الزفت سنجاب ده مصيبة كبيرة. ليه بس؟ أحسن إنه راح. أحسن إزاي بقى؟ هو أهل إزاي؟ ده هو الدون وناقص. أنا سمعاه كان بيتكلم مع علوان
كان بيقول له ان الواد محروس ديه اللي رحمه رحمه راح كان فعلا عنده حق، وان انت كنت عايز تاخد ارضه منه غصب عنه وكده، وان قال ايه يا اخويا كان ضميره بيأنبه عشان يعني مش قادر يتكلم يعني وكده. ايه دي في ايه بتمال؟ مش عارفه يا اخويا. دايخي دايخه ايه؟ يعني نفسك غامقه عليكي وفرحيني. طب لو في حاجه كده مش عارف يعني، حاسه ان انا دايخي. دايخه دوخ يعني ولا دايخه ايه فاطمه؟ يعني نفسك غامقه عليكي وعايزه يعني كده ولا ايه؟ باين انه كده. لا يا بنت صحيح. ايوه صحيح بنت. يا فاطمه بجد؟ بجد يا عمدي. ايه يعني حاسه كده بجد؟ ايوه حاسه. حفيظه فاطمه حامل يا حفيظه. مش انا قلت لك هنعمل اللي علينا والباقي على 9 اشهر؟ اهي حامل اهي. ما تفرحش قوي كده يا عمدي، مش لما نعرف الاول الواد ده يبقى ابن مين؟ ايه يا بنت الكلام الخايب اللي بتقوليه ده؟ ايه العبط والجنان ده؟ جبت الكلام ده من ايه؟ الحكيم هو اللي قال الكلام ده. حكيم ايه؟ ايوه حكيم، بعد ما عمل لي التحليلات قال لي اني سليمه ومش معيوبه، ولو اني سليمه يبقى انت اللي معيوب، والواد اللي في بطني الخدامه دي ابن راجل تاني. قطع لسانك، انا راجل وسيد الرجاله. لو عايز تعمل عليا راجل روح اعمل على المعزه اللي واقفه جنبك احسن. العبي غيرها يا حفيظي، العبي غيرها يا اختي، عشان عثمان ده سخسه ليه؟ وبعدين نفرض يعني انك رحتي للحكيم، نضمن منين انك ما تكونيش موالسه معاه ومتفقين سوي؟ بقولك ايه يا اختي، عثمان ده سخسه ليه؟ والواد اللي في بطني ده من صلب وهو عارف. هاتي يا نظيم تحليلات اهي، والحكيم بيني وبينك، وزي ما رحت وعملت التحليلات وعرفت اني سليمه، انت كمان روح واعمل التحليلات حتى نتاكد الواد ده يبقى ابن مين. منك لله يا عثمان، عايشتني عمري كله فاكره نفسي ارض من غير زرع، عايشتني ليالي قلبي بيتقطع على حالي، جرأتني في نفسي وعشتي، ده نكرهت الدنيا والناس كلها. منك لله يا عثمان، منك لله. ما تصدقهاش يا اخوي، والنبي ما تصدقها. الوليه اتخبلت باين لما عرفت ان انا حامل. اي والله النار قادت فيه. قامت تعمل ايه بقى؟ تبدر الشك بيني وبينك عشان انت ما تصدقنيش. اه يا بنت الكلب يا حفيظه، والله يا عثمان، والله يا عثمان دي كدابه، كدابه يا اخوي. صدقني انا بقول لك اهو، دي عايزه تكرهك في الواد قبل ما تشوفه. حفيظه دي بنت. سيبيني لوحدي، سيبيني لوحدي. Thank you.
خير يا منار. ربنا ينتقم من عثمان، مش كده يا شيخ عيسى؟ انت بتصلي يا منارة؟ لا، بس انا حافظه جزء عام من وانا صغيره. ربنا هياخد حق محروس من عثمان، مش كده؟ تعرفي تعملي لي طبق فته يا منارة؟ فته باللحم. فته باللحمه؟ ايوه. يتكلف كام يا منارة؟ انت اشتري حته اللحمه وانا اعمل لك الفته. يعني أنا لازم أدفع ثمن اللحمة اللي هعمل بيها طبق الفتة الأول وبعدين أطلب منك إنك تعمليها، صح؟ صح. طب ليه إحنا بنطلب من ربنا إنه يقف جنبنا وإحنا ما بنعملش أي حاجة هو طلبها مننا؟ أنا عارفة إن اللي بيروح ما بيرجعش يا شيخ عيسى. أنا عايزك تشيلي العمدة من دماغك. ربنا هينتقم من كل ظالم بظلمه. وعايزك ترجعي بنت جميلة، تحب الحياة، تحب الناس. عايزك ترجعي تعيشي تاني يا منار. يعني ايه؟ انسى محروس؟ انسى ان العمدة قتل قصاد عيني؟ لو محروس كان عايش يا منار كان هيرضى انك تفضلي عايشه كده مكسوره وحزينه؟ فكري يا منار. جنبك وجنبك تمام، مسكناها يا حضرة العمدة. خدوها على الحجز وبلغوا المأمور. يلا يا دي نجرع الحجز يا هلا. يلا قدام. هم امشي اطلع. يلا قدام امشي يا هلا. مرحبا يا عم الشيخ محمود. اه ايه الاحوال يا عم المزارع؟ عالي العال الحمد لله، بس المهم رضاك انت وحكمك انت. انت اللي هتقول اسكت تنفع في الشغلانه ده هيا ولا لا؟ واديني اهو شغال من امبارح ما ونتش. وي وفين يا ابوي الشغل اللي ما ونتش فيه من امبارح ده؟ امال يعني لا شفت الزرع طويل ولا رمى غله ولا عبى شوايل يعني؟ تهدي؟ بقول لك من امبارح. ازيك يا حسان؟ ازيك يا بنتي حنان؟ ازيك يا عم الشيخ محمود؟ يا مرحبا يا غندوره. جرايه يا عم الشيخ محمود، انت زعلان من حنان في حاجه ولا ايه؟ لا كله اللي حنان دي هتبقى مرتي لازم كده، دي بنت طيبه وغلباني. طيب والله عال، وعلى كده راح تاخدك معاها عند الوليه اللي اسمها مروه ولا راويه اللي ناس يا ربها دي؟ لا 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 لا، انا هاخدها على داري هصرف عليها ايه واجري عليها انا وعيالي اللي هيجوا بعون الله. طيب اذا كان كده عال دي حاجه تفرح قوي. بس فين يا ابوي شغلك انت اللي يفتح بيت ولا يجني مره؟ لا اله الا الله. اصلي ما شايفش الارض يعني زرعها طويل كده ورمى غله وعبى شوايل. يلا فوتكم بعافيه انت الجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلامه. الله يرضى عليك، ما تنسناش شيء علينا الغدا. ازيك يا بنت ليكي وحشي. يعني يا حسان ما سالتش من ساعه ما جدك النهار. ايه يا حسان كان كلامه لحسته يا اخويا؟ هو كلام ايه ده يا بنتي اللي انا لحسته؟ وكمان نسيت ومقام السايح، اني غلطانه اني جيت اسال عليك. لا يا بنت هفهمك، بس يعني اصلاني يعني زي ما تقولي. ايوه بس ايه؟ اصلاني يعني دماغي هترشق من الفكر، واديكي شايفي الشغلانه ده هي حله وسطي وهد حالي، وانا في الارض من امبارح ما ونتش. فين ايام شغل الميري ورحرحه الميري؟ لا هي دي كانت شغلانه يا اخويا. مالها؟ ده انا كنت غفير قد الدنيا ولا انت ما كنتيش درياني؟ ايوه يا اخويا كنت نايم طول النهار، وبالليل رايح جاي في البلد، تقعد عند دي شويه وعند دي شويه، هي دي كانت شغلانه يا راجل؟ ده انا فرحت لما قالوا لي انهم رفضوك. والختمه الشريفه؟ ده انا كنت يا بنتي مفكرك زعلانه من الحكايه ده هي. بقول لك فرحت يا حسان، وربنا بعون الله هيرزقك بشغلانه بالحلال. يا رب يا رب. انت على فيد الكريم. يا رب على وشك السمح ده هو. ايوه يا اخويا كنت هنس. ايه؟ امسك يا اخويا الفلوس دي بعتها ابو العيله، بيقول لك هات حاجات للعيال وتجيب الباقي. طيب من عيني. ايه وبيقول لك يبقى حود عليه عشان عايز يشوفه. يلا يا اخويا فوتك بعافيه. حاضر ما تقعدي يا بنت شويه. لا يا اخويا ست راويه تستعوقني. ما تقعدي يا بنت كده يمكن الارض ترمي على وشك السميح ده هو.
مرحبا يا جماعه، خير؟ نعم الشيخ، عايزين نشوف صرفه في البيت الزانيه المفضوحه اللي اسمها حمديه دي. ايوه لازم نمشيها من البلد في التو والحال بدل ما نقتلها هي بقى. تقتلوها وهي لملو؟ الا قول لي، يعني لو حمديه دي فرضا يعني كانت جاتك كده وقالت لك كلمه طريه، ولا غمزت لك بعينها رمشين كده، كنت برضه هتجيني محمود كده وتقول الخشمين الناشفين دول؟ ها؟ كلام ايه ده يا عم الشيخ محمود؟ ايه يا ابوي عايزين مني دلوقتي قصروا في الكلام؟ عايزين ايه محض الله؟ عزاني الفجره دي؟ تجي محض الله مره واحده. طيب عال وعارفينه على كده حق الله انتم؟ فينهم طيب الشهود اللي شافوا الواقعه بعينيهم؟ احنا ما شفناش بعينينا، بس هي كانت بس يا تخلص الكلام. ادم ما حدش شاف بعينيه تسكت. ايه يا شيخ محمود تسكت فينا كده ليه؟ عشان بهايم، بهايم. واقول لكم نايخه فيها الخميره بتاعت كحك العيد اللي فات. يلا انت هو هتتطرقوا من هنا، روح للشيخ عيسى روحه. ما احنا رحنا له من قبلك وقال لنا برضه شهود وما شهدش. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لما قال لكم كده امال جايين ليه؟ يلا يا ادي انت هو اتطرق يا ولد اللي يحرق. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. يا ابوي البلد كلها اتعدت من بعضيها، كل الناس في البلد دلوقت بقى عندهم تبول لا إرادي في المخ. ايه اللي أخرك كده يا علوان؟ قلقتني عليك. أنا شديت طرنك للأبوكاتو الأستاذ ياسين، ماني قلتلك هما العيال فين؟ فوق على السطوح بيلعبوا. عرفت اللي حصل يا بيت؟ موال البت حمديه. شفتي عمايلها السودا خدتها لحد فين؟ صدقي بالله لا اله الا الله، انا ساعات بفكر اسيب البلد اخدك انت والعيال ونعسلنا على اي مطرح في ايوتها بلد تاني. بقى علوان اللي في يوم من الايام هيبقى عمده، هو ولا عيل من عياله يمشي من البلد؟ يا دي العمده والعموديه، البلد بتخرب يا بيت، دي خربت خلاص. تعرفي ان عثمان اخوي شد عليا قضيه بالطرد من الدار دي؟ طرد؟ ايوه بس ما تاكدتش. اتفضل يا سيدناش. سلم ايدك يا خاله. لا لا شربان انا شاي مني ليك يا ام الغايب. الله الظاهر اني هتعود على الشاي من ايديكي. وماله يا سيدنا الشيخ؟ مطرح ما يسري يمري. الله يبارك فيك يا خاله، الله يبارك فيك. بس خلي بالك ما تقول لهاش يا خاله تاني. ليه يا شيخ محمود؟ ايه اللي ليه؟ يا راجل بص دي اصغر منك يا راجل، بس انت ما خدش بالك. يا شيخ محمود. طب ايه رايك؟ اصغر يجي بعشرين سنه. مش للدرجه دي يا شيخ محمود. بس عفهرم عليك يا سيدنا الشيخ. انا عرفت باللي انت عملته مع شويه العصبجيه دول. دول مستقوين على البت حمديه كانها قتل لهم قتيل. بس عايزه اقول لك ان الشيخ محمود عمل معاهم الواجب وكرشهم. ما انا عرفت، ما هم جولي، بس واضح ان الكلام اللي انا قلته لهم ما عجبهمش فقالوا يجي للشيخ محمود. يمكن الشيخ محمود يقول لهم روحوا ولعوا فيها ولا قتلوها ولا عياذوا بالله. اي والله دول كانهم خاليين من الذنوب. وعلى راي الشيخ محمود لما قال لواحد منهم ده انتوا تلاقيكم بتبصوا على البت حمديه دي في الرايحه والجايه. يلا انا مش عايزه اقول كلام ماسخ، عن اذنكم اتفضلي. ربنا يبارك لك ويعافيك يا رب. بس خلي بالك يا عيسى يا ولدي، انا برضه عايزك تستحرص وتاخد بالك من وقفتك مع حمديه دي. دي برضها بتك يعني. برضها ايه يا شيخ محمود؟ يا راجل بيقولوا مسكوها متلبسه بالجريمه يا شيخ، استغفر الله العظيم. طب ايه رايك بيقولوا جوزها شافها بعينيه؟ مين يفهم الدنيا دي اكتر يا شيخ محمود، احنا ولا اللي خلقها؟ اللي خلقها طبعا لا اله الا الله. ربنا حط قواعد وقوانين لكل حاجه في الدنيا دي عشان له حكمه، حتى لو احنا مش فاهمينها لازم نعمل بيها، لان هو اللي خلق الخلق وهو اللي بيده كل شيء يا شيخ محمود. نعم ونعم بالله العلي العظيم. يعني علشان نطبق حد الزنا يا شيخ محمود محتاجين اربع شهود عدول، يعني يشوفوا الحادثه وبالتفصيل، ولو تلجلج واحد فيهم او اختلفت الشهاده ولو في جزء بسيط يسقط حد الزنا.
ويوسم الشهود بالفسق ولا تؤخذ لهم شهادة أبدا. صح. الله 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 الله. يا سلام يا سلام على ربنا وجماله ورحمته يا شيخ. يا شيخ محمود، احنا في زمن شاعت فيه الفتنة والفسق وفساد الزمن، يعني أي حد ممكن يدفع لأي حد قرشين ويجيبه يحلف 100 يمين ويشهد زور. الناس ما بقتش تخاف ربنا يا شيخ محمود. وبعدين يا شيخ محمود، اللي عايز يعمل حادثة زي دي يعملها بالنهار وفي دوار العمدة وفي الزريبة؟ يا شيخ محمود، ده حريم العمدة جوه، ده لو كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع عاقل. هو اللي مالك الأسباب وخالقنا كلنا ويقدر يعمل فينا ما يريد. رحمنا وساتر علينا، واحنا مخاليك ضعفانة، الواحد فينا ما يصدق إن غيره يوقع في الغلط يقوم مهيج عليه الدنيا. يا سلام، استغفر الله العظيم. اسمع افتحي الكلام ده ووزنه كويس. دي ماني سبق قلت لك وقلت للست مراتك دي إني مش موافق. ايوه انا ما عنديش بنات للبيع. الله، العريس هيدفع 300 جنيه مهر. 300 جنيه يا افتحي، تعرف تعدهم دول؟ يا ريتها 300 جنيه بس، ده هيجيب لك شبكه دهب عيار 24 بالشيء فلاني، وهيجهز لك البيت. البرايز دي كلتها على بعضيها كده يبقوا كام؟ تعرف تعدهم؟ يبقوا ما يبقوا ما معرفش. اديك قلت. وفوق كل ده ماشي يا سيدي 30 جنيه. ايه بس دول بتوع عاني، دول من الحلاوه بتوع العريس. قلت ايه؟ خلصني يعني بجد كده البيه دي عايز يتجوز بنتي جواز بجد؟ انا اخبطك في دماغك، اني بتهزقني في ظهري يا راجل؟ هلا طبعا جواز، على سنه الله ورسوله كمان، واللي هيكتب الكتاب مأذون، ومحدش يقدر يفتح بقه معاك ولا يقول لك تلت التلاته كام. انت عارف العرض ده في الف من يتمناه هنا في البلد، بس انا قلت انت اولي برضك، عندك كوم لحم عايز ياكل ويشرب. ها خلصني. اتفضل اتفضل يا ست فاطمه، واني هطلع ادي خبر لست راوي. سيبني يا فتاح، اخرج بري هزعج عليه. ازيك يا ابو العيل؟ ازيك انت يا فاطمه؟ حلوه البدله عليك يا ابو العيل. انت اللي ما شاء الله ولا هوان مصري يا ولا. انت بقيت ادرى مني يا ابو العيله بهوان مصر، وانت كمان ما شاء الله عليك ولا بهوات البندر ولا حتى كمان بشواته. يعني خلاص ما قلتش ابو العيله بتاع زمان، بس ابو العيله بتاع دلوقتي احسن. الظاهر إن راوي هوشاه حلو عليك، فتحت لك أبواب الهنا والرزق والإيافة. الظاهر إن النحس كان جاي على وشي. اوعك تقولي الكلام دي، اوعك يا فاطمة. أنت هتفضلي طول العمر يا بنت أحلى وش في الدنيا كلها. هلهلالك يا فاطمة. ايه هو انا يعني لازم ابعتلك مليون مرسالة عشان تيجي؟ انا ما كنتش اعرف انك عايزاني، لسه جايالي حنان وقايلالي دلوقتي. نورتي يا حبيبتي وشرفتي. اهلا وسهلا، اتفضلي يا حبيبتي. تعالي يا فاطمة. تعالي يا فتيحي، تعالي.
هي الفرحة يا سبحان الله تعمل فيك كده واحد ماني يا راجل. ده بدل ما تفرح وتزقطط وتقوم ترقص تضرب لي البوس دي في ايه؟ مالك يا عثمان ما تقول؟ إياكش بتفكر تاكل عليا الحلاوة يا عثمان. لا وحق جلال الله وحياة ولي العهد اللي جاي دي ما هتنزل عن قراط أرض جنب الرياح. إيه؟ المأمور يا عم. المأمور يا عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا كرام المأمور. يا أهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ اتفضل. إيه مالك مساهم كده ليه؟ في حاجة ولا إيه؟ لا أبدا مفيش حاجة. لا ده أنت مش في حالتك الطبيعية خالص. والله عمال اقول له جناب المأمور بقالي يجي ساعه واكتر دلوقتي عمال اقول مع انه المفروض يبقى مزقطط والفرح مش سايعاه لان عقبال املتك ربنا اداله اللي بيسترجاه من الدنيا الست فاطمه مرته يعني. خير يا جناب المأمور فيه ايه؟ انا عايزك لوحدنا يا عثمان. ايه؟ طيب سلام عليكم بقى عشان تبقوا لوحديكم. ما تنساش حلاوتي يا عم. لا يا عمده أنا عايزك تفوق كده وتصحالي. إحنا واقعين في كذا مصيبة ولازم. الله. إيه اللي متوه كده بس؟ قلت لك مفيش حاجة. ما تنساش إن الأعيان اللي في البلاد اللي جنبنا ممكن يكون لهم معارف أو قرايب أو ناس هنا في البلد. يعني أكيد هيسمعوا بالحكاية. ده غير بقى موضوع الجهادية اللي بيسري زي النار في العشيم. الناس بقت خايفة على عيال عثمان. طيب حاضر. ما تعولش هم أنت حاضر. يعني ايه ما اقولش هم؟ انا اللي يفتش ونخرب ورايا عشان يأذيني لازم احضر كده واصحاله. ده غير بقى ورطه الطلب للجهاديه والست رابع والنطع بتاعها اللي عاملين نفسه فيها من العيال. يا عمده قتل غفير سنجاب بعد كل المصائب اللي حصلت في البلد مخلي سيرتنا على كل لسان والكلام بيروح ويجي مع الريح. انا وانت في خطر ولازم نتحرك بسرعه. قلنا طيب حاضر. اعمل ايه يعني؟ اقوم اروح فين دلوقتي؟ بقى الواد اللي قتل الغفير وديته النقطة، أعمل إيه تاني؟ سيبني في حالي بقى الله لا يسيئك. طيب طيب طيب، إهدى بس. أنت باين عليك واقع في ورطة كبيرة مع إنك المفروض تبقى فرحان ومزقطط. أنا سمعت إنك أنت مستني مولود جديد. ولا إيه يا عثمان؟ ما تقولي أنت عايزة إيه يا راوية؟ من غير لف ولا دوران. إلا قوليلي يا فاطمة، أنا سمعت إن البلد كلها بقت مديونة لك. ده أنت طلعتي داهية. أنا قلت برضو الحكاية دي مش ممكن تطلع من عثمان. الجهادية إيه؟ ده أنت لو إبليس نفسه ما يفكر في كده يا بت. ما تقولي أنت عايزة إيه يا راوية بالمفتشر كده؟ حكاية الجهادية دي مش حقيقية، صح؟ وفرضي؟ لا يا أختي ما فرضش. أنا عايزة جواب، صح ولا مش صح؟ صح. ايوه كده فرحتي قلبي. تصدقي بقى انا دلوقتي انبسطت. ليه؟ بتفكري في ايه؟ يعني ايه يا اختي يلم العيال كده من نفسه ويقول الحكومه عايزاهم وبعد كده يلم كل الفلوس اللي حلت الناس علشان يرجع لهم ولادهم ويرجع يقول البلد ويذيع ده المندوب هو اللي بيلم في كرشه. ده كده العمده والمأمور راحوا في 60 داهيه. بس انا كمان حكايه الجهاديه دي مكيفاني قوي يا بنت. مكيفاكي ليه؟ كده هنخلي العمدة والمأمور يبوسوا الجزم وننفذ بقى اللي احنا متفقين عليه واللي مستنينه أنا وانت يا فاطمة من زمان. بس ده مش وقته. أما الوقت وامتى يا أختي؟ ما هو جا لغاية عندينا اهو. أنا ما يهمنيش عثمان. أنا اللي يهمني الناس، ناس البلد دي. عثمان ممكن يسيب مكانه اللي معليه على خلق ربنا كلهم لكن الناس هتفضل هي هي يا راوية. لا هتتغير ولا هتتبدل. وأنا قلبي مقهور. نفسي أشوف نظرة الذل في عينيهم. نفسي أخليهم يستمنوا إن أنا أضربهم بالبلغ عشان أسامح ومش حسابي. إحنا لو خلصنا من العمدة يا حبيبي هيجي عمدة غيره.
ولو خلصنا من مأمور هيجي مأمور غيره وغيره، والاتنين اللي هييجوا هيجوا من نفس تينة وعجينة اللي مشيوا قبليهم. لكن أنا طاري مع الناس، الناس اللي عايشين مع الرايح والجاي، نفسي أعلمهم درس ما ينسوهوش أبدا. العافية يا أبو العيلة. العافيكي. العافية يا روية. العافية يا حبيبتي. الله صحيح يا روية، أنا يمكن معرفش أعدي عليكي اليومين اللي جايين عشان هبقى تعبانة، أصلي حامل من العمدة. مبروك. خلاص يا ابو العيلة، خلاص بقت نخاس، بقت بتبيع لحم البنات للي يدفع اكتر. يا لهوي على الدنيا يا ولاد، هي دي اخرتها يا ابو العيلة؟ وانت يا فاطمه، يا اللي ما بقيتيش فاطمه، النار الايده فيكي دي هتنطفي امتى؟ ولا تنها أيدة كده لحد ما تاكلك وتاكل عمرك؟ أخرتها إيه عركتك المرة دي يا فاطمة؟ أخرتها إيه؟ الله يرحمك يا فاطمة يا مرات أبو العيلة الطحار، والله يرحمك يا أبو العيلة يا جوز البت فاطمة الحلوة الغلبان. فيش غير ليه؟ ايوه عايزه تقدر فرحتي وتقلبني على فاطمه. طب ماني اروح للحكيم واقطع الشك باليقين، بس لو لا قدر الله طلع الكلام ده حقيقي هيبقى شكل ايه قدام الحكيم؟ هيبقى شكل عامل ازاي؟ همشي وسط الناس تاني وابص في وشوشهم ازاي؟ ما هو الخبر هيتنشر. لا 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 لا، انا دماغي راحت لبعيد قوي كده ليه؟ ده تخريف. ايوه تخريف من الوليه بنت الكلاب دي. طب ويا فاطمه هتعمل كده ليه؟ ولا مع مين؟ لا 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 لا. حكمان قولي هادي يا فرحان، ولا انا بفكر فيه دي صح ولا غلط؟ غلط طبعا. ريحتني يا ولد، بروع عليك. الصح ايه بقى؟ انت تشوف انت بقى. انا شوفاني بقى، حطيتني في نفس الحيرة. ملك عتمان. بفكر بفكر. مستحيل، بس جايز. ايه اللي انا فيه ده؟ لا لا لا. كنت فين كل ده يا عثمان؟ ايوه ايوه، ما انت ليك حق ما تردش علي عشان لسه كلام بنت الكلب ده بيرن في ودنك. بس أقولك على حاجة يا عثمان، أنا فكرت يا أخوي، فكرت ولقيت حل يريحك. حل إيه اللي يريحني؟ إحنا نروح للحكيم. أيوة نروح للحكيم،
عشان تتأكد إن كلام بنت الكلب دي غلط في غلط، وإنها قالت كده بس من قهرتها. اسمع يا عتمان، أني لو كدابي عمري ما هقولك تعالى نروح للحكيم، بس لما الحكيم يقولك إن الواد ده فعلا من صلبك أنت وإنك أنت صغ سليم، ساعتها هيبقى لي حق عندك. حق إيه؟ اللي أطلبه بقى ساعتها، وإنت هيبقى عليك إنك تنفذ وبس. هي بصة الشك اللي في عينك دي بسيطة؟ ولا اتهامك ليا في شرفي دي حاجة هينة؟ خلاص يا فاطمة، نروح للحكيم. ايوة يا عتمان، نروح للحكيم، والبينة هي الحد بيني وبينك. ماشي يا حفيظي، ماشي. إن ما وريتك الويل وسواد الليل على العملة اللي عملتيها دي، ما يبقاش ديها على سيد. مالك يا بنتي يا حنان؟ في ايه؟ يوه يا بنتي اتكلمي، ما تبقيش عامله زي القربه اللي هتطقم اللي جواه. حزينه على نفسي يا ست روي. وليه يا اختي حزينه على نفسك؟ كل ما اقول ربنا خلاص هينصفني، ابص الاقي الايام بتجر بعضها، وانا لسه زي ما انا، ويمكن اصخى. ايوه كده قولي، حسان مش كده؟ قطع قطع، ده انت هتموتي في دباديبه. بتحبيه يا بنتي يا حنان؟ حسان هو الوحيد اللي قاله انه عايزني، واني والختمه الشريفه ما عايزه منه حاجه. قالي بس كل اللي عايزاه اني الاقي حد اتكلم معاه، افضفض معاه، احكي له وجعتي. اني تعبت من حالي يا ست راوي. طب خلاص يا بنت قطعتي قلبي، ما تقلقيش، لو ما جاش الليله دي انا هروح له بكره. لا يا ست راوي، اول ما كانش يجي ويقول انه عايزني ويجري ورايا كده يبقى بلاها منه احسن. يا بنت خايف من المسؤوليه، ما انت عارفه كويس حسان وعارفه حالته، ده ما حلتوش غير اللاده. وبعدين احنا طلبنا منه حاجات كتير، جهاز وشبكه و انا قلت له بعد كده مش عايزه حاجه. اسمعي يا ست، لو رحتي له يبقى اني كده برخص من نفسي خالص بقى. طب خلاص يا بنت اتسبتي، انا هعرف اتصرف، هعرف اجيبه ازاي. وبعدين يا بنت لو في حاجه في قلبك وعايزه ترغي مع حد، تعالي فضفضي معاه، انت شغاله معايا بقالك سنين. صدقي يا بنت، لو الواد المخفي ده جه لاكون عامله لك فرح تحكي عنه البلد كلها. يلا بقى اتحاكي. انا كنت عايزه اتكلم معاكي في كلمتين كده، طالما انت يعني معتبراني عندك حاجه كبيره مش خدمتك وبس يعني. يا اختي قول، شوفي عايزه ايه تاني. عايزاكي تبعدي عن حكايه الجوازات اللي بالعقود دي، ومقامي السايح اني بقول كده من محبتي فيكي. انت مش وحشه يا ست راوي، وقلبك ابيض، أنا عارفاكي ومجرباكي كمان. ربنا الحمد لله فتحها عليكي، ويا رب يا رب يزيدك من غير الشغلانة دي خالص. والنعمة الشريفة أنا خايفة عليكي. ايه يا رام؟ مالك امها؟ سلامتك يا ابو العيلة. مفيش. ايه ايه؟ ايه هو اللي مفيش دي؟ لو انا معرفكيش لما تكوني متعكرة كده، ايه بس اللي معكرك؟ يعني اصل البت حنان قالت لي ما يصحش تمشي في الجوازات اللي انتي ماشية فيها، يعني عشان أهل البلد بيتكلموا عليها وبيقولوا عليها شغلانة مش ولا بد. إيه إيه إيه؟ وإزاي البت دي تقول لك حاجة زي كده؟ دي وقعتها سودي. يا أبو العيلة مفيش حاجة، هي بس خايفة عليا من كلام أهل البلد. طب ما تعكريش إنتي وما تشغليش بالك ببت عبيطة زي دي. لا إنسي، ما تاخدش في بالك يا اخويا، انا ناسيها اصلا.
ازيك يا بنت زينب؟ الحمد لله. ازيك يا دي محمد؟ الحمد لله. والله زمان يا ولية. أبا أدوق دي. أبا أدوق دي. أنا؟ قولي قولي. ازيك يا حسان؟ توك افتكرتي يا ابو العلي؟ ايوه، ما هو من ليه احبابه ونسي اصحابه. شوف يا ابو العلي، انا بالمفتشر كده عاوز اكتب على حنان الليلي قبل بكره، وانا يا سيدي مستعد لكل طلباتكم وطلباتها، بس يعني امانه عليكم خليكم حنينين علي شوي، ده انا غلبان واغلب من الغلب ذاته. ما تقعد يا حسين، توقف ليه؟ أني أمانة الله يعني خايف أقعد على الكرسي لحسن يتوسخ. اقعد يا أخي، احنا عايزين نوسخه. عادي يعني؟ يما. إيه، سلامات يا أبو العيلي. الله يسلمك يا أخي. فأنت بقى إيه؟ عايز تتجوز حنان وملهوف عليه؟ وماله؟ بس هو اللي عايز يتجوز وملهوف يتكلم مع ست راوية ويروح يقول عدولي كده، كنت فين؟ يا ابو العلي ما انت عارف اللي فيه، يعني بقيت على فضل كريم، قلت اشوف شغلاني اكل منها بتاو، ومش الشيخ محمود الله يستره نزلني اشتغل في الارض اللي حيلته، واني لقيته لا محتاجه شغل ولا دياوله. قلت في عقلي بالي الشيخ محمود بيديك صدقه ولا يا حسان، بيكسب ثواب فيي يعني حسني، وانا لسه بقول يا جواز اقوم اعيش عاطل وعيش على الحسني. انا نويت على كده اشتغل في الطحونه. ايه واجب برضو. ايه تشتغل شغلانه تسترزق منها عشان تعرف تصرف على بيتك ومراتك. ايوه امال ايه، ماني ما اقبلش انني اعيش عليها عالي، هستنى ستة تصرف علي ولا تصرف علي؟ مفيش راجل حر ابدا يقبل ان واحده ست تصرف عليه. ازيك يا زين؟ الحمد لله. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. استغفرك ربي واتوب. العواف ست حفيظة. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ست. مرحبا يا ست حفيظة، اتفضلي اتفضلي ادخل. اتفضلي يا ست حفيظة. يا مرحبا يا مرحبا. الشاي جواف. اتفضلي يا ست. يا خطوة نايرة يا خطوة عزيزة. يا مرحبا يا ست حفيظه، يا مرحب الدنيا كلها. لعلك بخير؟ مش كويسه. انا مش كويسه يا شيخ محمود، انا عمري ما كنت كويسه. حاسه اني مخنوقه، حاسه زي ما اكون محبوسه في ازازه لا عارفة أخرج منها ولا عارفة أتنفس جواها. مفرج الكروب يا رب. روحي مسروقة مني، قلبي واقف مش عارفة أنام ولا عارفة أعمل أي حاجة. طيب بس اهدي يا ست، اهدي يا ست حفيظة واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس الحيرة هتموتني. يا ابوي حيرة ايه بس؟ حيرة ايه الله يهديك؟ وليه الحيرة ولا من ايه؟ أنا رحت للحكيم، وبعد الكشوفات والتحاليل قال لي إني مش معيوبة إني أخلف. يعني أنا كان ممكن أخلف، كان ممكن أبقى أم. وعرفت كل ده بعد ما عثمان اتجوز فاطمه.
حاسه زي ما يكون ربنا بيذلني بيكسرني. استغفر الله العظيم. وليه ما تقوليش يا ست حفيظة ان ربنا عايز ينبهك لحاجة تاني؟ قصدك ايه يا شيخ محمود؟ قولي سايقة عليك الأولية. اقصد ان ربنا عايز ينبهك انك انشغلتي بحاجات كتير جابت لك شغل البال وكره الناس طول السنين الفايتة دي، لكن لو انشغلتي بحالك وعلاقتك بربنا كان حالك بقى غير الحال. انت عايز تقول ايه؟ اقصد ان اللي يشغل باله بالدنيا وبهمومها يضيع عمره كله بلاش. ربنا قال ايه لعبده؟ لو ما طعتنيش وعملت الشر، قال له ايه؟ لأسلطن عليك الدنيا. يعني ايه؟ يعني يشغله بالدنيا وشهواته، يخليه يبرم حوالين نفسه عمره كله. بس انا خايفه، حاسه ان اللي جاي مصايب مش هتخلص. لا لا يا بنت الست، لا اوعي تيأسي من رحمه الله. ربنا قال ايه؟ لا تيأسوا من رحمه الله. مين اللي يأس من رحمه ربنا غير الكفره؟ طب انا بالصلاه على النبي كده، عايزين نحدد يوم كتب الكتاب والدخلي. اهي ما تشوف انت يا حسان، شوف امتي. انا يعني كلي وبد الليلة، بس بقول بلاش استعجال. اهي ايوه الاستعجال وحش. يعني انت عايز امتى يا حسان؟ انا بقول نخليها كده على بكره. انت بتضحك بقى. طب ايه رايك انه بكره؟ ولو مش بكره نروح نشوف عريس غيرك. انما الشربات ده انت اللي عاملاه يا بنتي يا حنان. ايه؟ زي ما يكون فيه ندعي دجاز. دي خايفة عليك يا ولي. بس طلعت من ايديكي. انت حطيتيه في دجاج يا حنان. اما انت يا سبحان الله عليك يا عثمان. يعني ربنا يديك النعم دي كلها وانت تقعد كده اهو شايل الهم والغم على راسك. يا جدع ده يبقى بطل وما يرضيش ربنا. بس بقى يا مبروك، انا مش طايق نفسي وعايز اقعد في هدوء شويه، سيبني افكر. خلاص يا عثمان اقعد وفكر براحتك. والله وانا اتكلم معاك ولا هقول لك ولا كلمه ولا هتحدث معاك من اصل. بس بقول لك ايه يا عثمان، انا اهو وانت اهو، اما كانش اللي جاي دي يجي ولد ابقى اقول مبروك دي ما يفهمش حاجه. بس بقى يا زفت انت، ما قلنا سد ولا سيبك وامشي. لا يا عم، ما دام دخلنا في زفت وسد خلاص انا مش هتكلم. اياكش تكون خايف من الحسد يا عثمان. يا جدع انت مش كل الناس اللي تحسد، ده اني اكتر واحد يفرح لك. اني افرح لك لما يجي ولي العهد دي و... في ايه يا عثمان؟ قال لك راح فين يا جدع؟ هو انا لحقت اتكلم معاك؟ اطلع. طب خد تعال فكر براحتك واني مش هتكلم خالص. ابو العيلة؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت اتجننت ولا ايه؟ اتجننت؟ ايوه انا اتجننت يا فاطمه. اتجننت اني في يوم سيبتك وخليت الكلب ده ياخدك مني. ابو العيلة امشي يا ابو العيلة، انا هسيقك. امشي يا اخويا بدل ما حد يطب علينا. انا خلاص يا فاطمه مش قادر، ما عدتش قادر. كل ما احط راسي على المخد دي اشوفك قدام مني بدل راوي. انا خلاص عقلي هيشد. يعني اللي بنام ولا بيخبط لي جفن؟ أنا السبب في فراقنا يا فاطمة، سامحيني. امشي يا أبو العيلة، امشي الله يهديك. امشي بدل ما حد يطب علينا ولا حافظة تسمعك، وأنا مش ناقصة. جبت لك أكل يا أبو العيلة؟ أنا مش ماشي إلا لما أقتله. تقتل مين يا مجنون أنت؟ أيوه أنا هقتله لله دي. كان لازم نعمل كده من الأول. امشي يا ابو العيل، امشي يا اخوي.
وحيد زين ابو محمد انت سمع كلامي وماشي. امشي يا ابو العيلة. فاطمة يعني امشي يا ابو العيلة. يا ابو العيلة خلاص ما حدش ينفع يا اخوي. انت بقى لك طريقك وانا بقى ليا طريقي. امشي يا ابو العيلة. امشي يا ابو العيلة الله يخليك. انت هتمشي ولا لم عليك الناس؟ تلم على الناس يا فاطمة؟ ايوه انا هصرخ ولم عليك الناس. امشي يا ابو العيلة. امشي. وبعد ما عرفت انك بتخلفي يا حفيظي عمرك كله ضاع من غير ما تعملي فيه اي حاجة. حتى العيل اللي كنت بتتمنيه من الدنيا ما قدرتيش تجيبيه. حتى بعد ما عرفت ان كان ممكن تخلفي ما عادش ينفع. ليه يا رب؟ حكمتك ايه؟ بصرني بيها. أنا مش عارفاه. احترت. احترت وغلب غلبي في التفكير ومش عارفاه. ليه؟ أكيد عايز يقول لي حاجة. إيه هي؟ يا رب أنا اتحرمت من الخلفة وكنت فاكرة إني معيوبة. ما بخلفش. والشيخ محمود قال لي إن الأمل في رحمتك لازم أن يكون موجود. بس أنا خايفة منك يا رب. خايفة يكون فات الأوان ورضاك عني بقى بعيد مني. أنا ما عملتش حاجة كويسة في دنيتي تخليك تسمع مني أو تاخد بإيدي وتعديني الهم والغم اللي أنا فيه دي. تعبانة أوي. خايفة أوي. عملي حسابك بكرة هنروح للحكيم. وماله نروح؟ يعني انت مش هايبه يا بيت؟ واني ايه اللي يخليني هاب؟ انت عارفني يا عدمان، انا لو بقبل الحرام ما كنتش قلت لك اني هستنى 3 شهور العدة. توكيل وديني عملتولك زي ما طلبت يا استاذ ياسين. ايه بقى الخطوات الجايه؟ انت كنت قلت لي كام حاجه كده بس انا ما كنتش مدي بالي. ما تاخذنيش، فهمني بالراحه عشان انا فاهمي على قد. لا 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 ولا يهمك، ما انت من حقك تعرف وتفهم كل شيء. بص احنا هنعمل دعوه قسمه عقارات هنطالب فيها بشيء اسمه الفرز والتجنيب. المحكمه بقى هتعين خبير يعين كافه الاوراق والمستندات من الجمعيه الزراعيه والمحكمه الشرعيه للاطلاع على كافة مستندات الملكية بتاعت الوالد، الأراضي والبيوت وكل اللي كان في ملكيته وحيازته. عثمان أخوك مش هيقدر يخبي أي حاجة من هنا ورايح، ولو فكر بس يطلع ورقة واحدة مزورة قسماً بالله لهيتسجن فيها. وبالتالي كل من ليه حق إن شاء الله ياخده شرعاً وقانوناً. إن شاء الله يسمع من بقك ربنا يا رب يا أستاذ ياسين. لعل وعسى يلحق نفسه قبل ما البلد تقوم عليه. بلد ايه اللي هتقوم دي يا استاذ ياسين؟ البلد دي ماتت وناسها الله يرحمهم. ما تقولش كده يا علوان، كل شيء وله اخر. الناس خلاص فاض بيها. الفقر والجوع محدش يتصور ممكن يعملوا ايه. يا عيال تعالوا جايبالكوا حلاوه. ما تخافوش، ده انا بحبكوا قوي.
ده انا ما قلبش حالي ولا كياني غير محبتي فيكم. طب انا هسيب لكم المشنة باللي فيها وانتوا توزعوا الحلاوة على بعض. طب لو عجبتكم الحلاوة هترجعوا لي المشنة؟ في وسط عيالها زي النجفة عم بيطلع لب جمالها، تزرع وتجلع في الغطاية راجلها وتعاود تاني لعجنها وغسلها. يا حلاوة أم إسماعيل في وسط عيالها زي النجفة عم بيطلع لب جمالها، تزرع وتجلع في الغطاية راجلها وتعاود تاني لعجنها وغسلها. تحلف جاموسيتها حلاوة كتاكيتها عالملوخية يا اختي عليها وعلى وطيتها، تحلف جاموسيتها حلاوة كتاكيتها عالملوخية يا اختي عليها وعلى وطيتها. أني قلب حيفط من صدري من فرحتي بك يا منار. بعد الشر عليك يوم شر شر ايه؟ ما خلاص راح الشر خلاص ورجعت لي بنتي حبيبتي ضنايا، رجعت لي منارة تاني. أما إحنا ما عندناش حتة لحمة صغيرة كده؟ نفسك في اللحمة؟ أخبار بنتك جميلة إيه دلوقتي يا حاج؟ أخبارها لا تصور عدوى ولا حبيب يا باشا، طلعت ورجعت الدار، ضحكت لأمها بلاوي كتير يا باشا، أهاني وقلت قيمة و... وحاجات كده ما بترضيش ربنا. انا غلطان في حق بنتي يا باشا، غلطان اللي انا طوعت الوليه اللي اسمها راويه الشيطانه دي. طب بص بقى يا حاج، انت تعمل لنا فيها بلاغ وتقول فيه انها استغلت بنتك بدون علمك، وتخلي بنتك تمضي على نفس البلاغ ده عشان يبقى منكم انتوا الاثنين، فاهمني؟ وسيب الباقي عليا انا، انا هعرف ازاي ارد لك حقك وحق بنتك. بس يا باشا اصل يعني وهدي لك مبلغ كويس وهتاخد منه جزء دلوقتي، ايه رايك؟ ماشي يا باشا ماشي، تحت امرك تحت امرك، شاكرين شاكرين يا باشا. لعوات يا شيخ عايزي. ازيك يا منارة؟ ان شاء الله تسلم. انا صليت يا عم الشيخ، صليت امبارح العشاء والنهارده الفجر. احسنت يا منارة، عفارم عليك. انت اللي احسنت يا شيخ عايزي. ابوكي بيزرع يا منارة؟ ايوه، احنا عندنا قراط وحته كده صغيره ابويا بيشتغل فيها. طب ما تساعديه وتشتغلي معاه. قصدك يعني اشغل نفسي في اي حاجه مش كده؟ كده يا منار، بسم الله ما شاء الله، عقلك حاضر ومتنور. ربنا مش هيسيب المفتري يا شيخ عايزي، صح؟ ممكن اطلب منك حاجه؟ اؤمر، اللي هتقولي عليه اعمله طوالي. عايزك تدعي المحروس، ادعي له ان ربنا يرحمه ويرضى عنه في الاخر. عايزك تدعي بالهدايه لكل واحد تعرفيه وما تعرفيهوش. عايزك تقولي لنفسك انك مستحيل تسيبي المفتري اللي قتل محروس يقتلك انت كمان من غير ما يمد ايده عليك.
طب اساعدك حبه يا منار؟ لا ارتاحي انت يا، ولا اقول لك اعملي لنا كوبايتين شاي؟ منين عيني يا نور عيني. بقول لك ايه يا، انا هحوش شويه على جنب للشيخ عيسي حاكم الجدع ده، طيب قوي قوي يا. ربنا يكتر من امثاله يا حبيبتي. قولي لي يا، احط له في العيش حلبي ولا بلاش؟ زي ما تشوف انت يا نور عيني، زي ما تشوف انت. لا يا عدنان، لا يا اخوي، انا مش عايزه اشوفك راكبك الهم كده. ارجع عدنان زي الاول يا اخوي. بقى كده يا عدنان، كده يا اخوي، كده تخلي الحربايه اللي اسمها حفيظي تبلبل بالك ودخل الشك بيني. أنا من جوايا مصدقك أنت يا فاطمة. لا يا عدنان، أنت مش مصدقني وشاكك فيا، بس أقولك على حاجة، أنا مبسوطة. مبسوطة ليه بقى؟ عشان أنت على قد ما هتهري وتاكل في نفسك، يوم ما الحق هيظهر أنا عارفة أنت هتعمل إيه في حفيظي، عشان هي هتطلع كدابي، وعلى قد قهرتك منها أنت هتنتقم وهتاخد لي حقي قبل ما تاخد حقك انت مني. حق يا بت، لو طلعت دي لعبه من حفيظه انا هسود عشيتها وهخليها تلعن اليوم اللي شافتني فيه. مش انت لوحدك، عشان انا مش هقف اتفرج عليك، وحقي هاخده منها يا عدنان، وهذلها ذل الكلاب. وبقى تعالى بقى قول لي حرام عليكي يا فاطني، عشان ساعتها مش هيبقى في حرمانيه يا عدنان، وحوريك انا هعمل ايه فيه. ماشي يا حفيظي، ماشي. يا ولي يا ولي ارحمني يا ولي، والنبي يا ولي، يا 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 ولي. يا ولي يا ولي اعتقني يا ولي، والنبي يا ولا يا الف مبروك يا حسان، انا فرحت لك قوي. الله يخليك يا عم احمد، كتر خير. يا 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 ولا يا الف مبروك يا حسان، الف مبروك يا راجل. الله يبارك فيك يا عم بشندي. يا بتاع التفاح، فين تفاحك راح واحنا معانا الكل؟ الف مبروك يا حسان، ان شاء الله اكمل لك بخير يا رب. ربنا يخليك يا ام بهاني، كتر خيرك. يا بتاع الياسمين، مين يدهلك مين واحنا حدانا الفل؟ السلام عليكم يا شيخ عيسي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا منار؟ ان شاء الله تسلم. انا عجنت وحميت الفرن وسويت العيش، واول ما طلع جبت وجيت لك طوالي. سلم ايديك يا منار. وخبستيه لوحدك ولا حد ساعدك؟ لو كتاب الله ما حد مد ايده فيه غيري، انا عملت كل حاجه لوحدي. بتعمل ايه يا شيخ عيسي؟ هديك حق اللي عملتيه. عيب يا شيخ عيسي، دي هديه، النبي قبل الهديه. عليه الصلاه والسلام، وانا كمان قبلت الهديه منك. السلام عليكم يا شيخ عيسي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حسان؟ ازيك يا شيخ عيسي؟ ايه اللي جاب الشيطان ده هنا يا شيخ عيسي؟ دي شطار خساره فيه تقف وياه ولا تتحدت معاه حد؟ دشتان موالس مع العمدة المجرم، عارف كل حاجة وساكت، قتل محروس وعارف وساكت، وطلق فاطمة من جوزها غصب عنها وساكت، ولم شباب الكفر كلهم وودهم الجهادية عشان يموتوا هناك. خلاص يا منارة، نتكلم في الموضوع ده بعدين. اوعى تصدق أي كلمة يقولها يا شيخ عيسى. خلاص، روحي أنت دلوقتي. اوعى تديلهم العيش ده، ده ليك لوحدك. لا تكسب ولا تربح يا حسان.
أنا مش كده يا شيخ عيسى، والختمة الشريفي أنا مش كده. ربك رب قلوب يا حسان. وبعدين إيه الأيام اللي أنت فيها دي؟ ده أنت زي اللي يكون رايح يتجوز. دهدي؟ ده أنت مكشوف عنك الحجاب، أنا رايح أتجوز بصحيح. مبارك يا حسان مبارك. الله يبارك فيك، وجاي لك وكل عشم تيجي تشهد على كتب الكتاب. طبعًا، أشهد يا حسان. ها فين؟ ومين العروسة؟ عند الست راوية. أصلاً هاخد البت حنان اللي بتخدم عندها. راوية اللي الناس بتتكلم عنها؟ إيه وهي؟ بس هو كلام. كلام ولا حقيقة؟ أنت عاوز الحق ولا ابن عمه؟ الحق طبعًا يا حسان. الحق إن الست راوية ده كده. إيه؟ بس أنا مالي، كل حي متعلق من عرقوبه. أنا هاخد البت حنان اللي بتخدم عندها وملهاش دخل نهائي في شغلانة الست راوية ده هي. وبعدين أنا مالي إيدي من البت حنان كويس. خلاص يا حسان روح وانا هاجي وراك. هتيجي بصحيح؟ طبعا هاجي. يلا طيب اسيبك انا عشان هروح اتجوز. امشي يلا يا ابو العيله امشي معانا من سكات باقي. امشي الجر قدامي انت وهي من غير معفر. من غير معفر انت رجعنا ايدك اوعى تلومه. ده انت العمده بيستحلف لك تمشي. مش ماي تقبضوا على مين يا مجانين انتوا؟ ايه اتجننا؟ انا اتجننت؟ لا انت اتجننت. ايوه لا اتجننا يعني ايه؟ ده احنا واخدين امر رسمي يعني ضبط واحضار. احضار؟ ايوه ان احنا نقبض عليكم ونحبسكم. نحبسكم؟ تحبسكم مين يا ولاد المجنونة؟ ايوه ماشي. ده شكله مغرز يا راوية. عاملوا فينا المأمور ويا العمدة. المأمور والعمدة يعملوا لك انت مغرز يا ابو العيلة. يا ابو العيلة عصر لسانك وامشي معانا. مش ماشي يا ابو العيلة. امشي معانا بقى من فوق. اوعى بقى تبيلك ملخ يا راوية. اوعى بقى بقول لك امشي. مش هروح في حتي. اقول لك امشي. واخدين على فين؟ على حضرة العمدة يا ابو العيلة. امشي على امشي. تخنا يا واعي. تخ يا واعي. اوعى يا ابو العيلة. اسمع الكلام يا ابو العيلة. امشي يا ابو العيلة معانا. يلا امشي يا ابو العيلة. العمدة نيجي بك. العمدة نيجي بك. امشي يا عمدة. هنتفرج على غلطتكم غالي. اوعى ايدك يا اخويا. لو ما انتش عارف اني اقول لو ما انتش عارف وما اقول على فايدك تبقى تشمل وروح اسال سعاده الباهي المعمور. بس الاول ليه كده بس؟ الحمد لله يا رب. يا نصيبتي ويا ميلة بختي ويا حظي الاسود. يا نصيبتي يعني كمان. اهدى اهدى. هو اللي مفكرهم جايين يحضروا كتب كتابني؟ يحضروا ايه يا اخوي؟ اقعد ساكت اسكت. اصلا يا قلت في عقلي بالي لازم المامور هيحب يجاملني. قوم بعد العساكر دي يجاملنا. ده ايه يجاملنا؟ اسكت اسكت خالص. يا دي النيله. يا لهوي يا نصيبتي. يا لهوي يا نصيبتي. يا لهوي. ايوه ايوه ايوه. انا عايزك تفهم اللي حواليك انني هنا العمد. يعني انا اللي اقول مين يعمل ايه وامتى وازاي وفين وليه. ايه مش انا العمده ولا ايه؟ وايه الاخبار؟ ايه لا اله الا الله. انور وجدي مات الله يرحمه. ده انا بحبه. يعني مش هيمثل تاني؟ لا اله الا الله. ايوه يا سيدي انا عتمان عمده كفر ابو شوكه. ايوه انا اللي متصل. النمره غلط؟ لا النمره صح. انا اللي طالبها. انت اللي غلط. قفل السكه في ودني. اسمع الكلام. تمام يا حضره العمد. تمام جنابك. ايه اللي انت بتعمله ده يا عتمان؟ ايه يا ولد؟ عتمان كده اهو من غير لا عمده ولا حضره ولا جنابك ولا سيدي. ليه؟ لو انت مش دريان ماني خلاص. انا اللي بقيت سيدك. ايه يا ولد؟ امسكوا عيني انت اهو. نزل ايدك لاقطعها لك. بتقول ايه يا كات بنتي؟ بقول لك اقطع ايدك وكفايه لحد كده. كفايه عتمان لاني هدفعك تمن اللي بتعمله ده غالي قوي. طب اسمع بقى يا ابو الرجوله انت وشوف بقى يا ابو الشوافان. انت دفعت فلوس للفلاحين عشان تلم منهم المحاصيل.
الفلوس دي مش هيرجع لك منهم ولا خردلة، والمحاصيل دي مش هتشوف منها ولا سنبولة، ماشي؟ والكلمتين الخايبين اللي دخلت عليا بهم دول هيخلوني احطك تحت جزمتي. ده الكلام اللي عايز اقوله لك دلوقتي، وبعد كده مفيش بينا كلام، مات الكلام. ما عدتش اسمع منك بقى الحقني يا عمدي، وغيتني جنابك، واني اسف سعادتك، وكلام المزاليل ده مش هسمعه. خلوه يغور في داهيه دلوقتي لحد ماني افوق له. يلا اثبت محل. يلا يا ولد. انا ماشي يا عتمان، بس ماشي بكيفي. بالواد انت اهو. نعم ايه؟ نعم جناب. هو ماشي بكيفه؟ لا. امال ماشي بايه؟ بكيفه. بكيفك. لا اقعدوا اتفقوا مع بعض وتعالوا قولوا لي، بس ما تجوش الا بكيفي. حاضر. يلا يا جيزه. بكيفه. ايه ده؟ ايه اليوم ده؟ فهو دم ابن الجزمه قالاني سيدك وانور وجدي مات. لا اله الا الله. ماشي يا ابو العيلي، انا وانت والزمن تخين. ماشي يا بنت، امشي قدامي يا بنت. ايه اوعى يا بنت مداري يا بنت، وقف يا بنت. الله تمام يا فندم. ممكن افهم بقى اللي بتعمله معايا ده لازمته ايه؟ لاني مش عادي اللي بيحصل ده على خير. قوم وقفي لما تكلمي معايا. تقفي هنا متهمين ما يعبدوش للناس المحترمه. المحترمه زي ما عليك كده يا سعاده الباشا. اسمع بقى لما اقول لك، انت تقفي قدامي في منتهى الادب وتجاوب على قد السؤال وبس. انا عايز اعرف انا متهمه بايه. انت بتقدم فيك اكتر من بلاغ، اخره من ولد المدعوه جميل عبد الرحمن حسين. وبيقول ايه في البلاغ؟ قلت لك ما تتنايليش تكلمي الا بعد ما امرك. انا هنا اللي بسال وانت ترد على قد السؤال وبس. عسكري امور يا فندم. انت عارف ده ممكن يعمل ايه لو متهم او متهمه اتكلموا من غير اذن؟ يعني هيعمل ان شاء الله. لا اوعى تشتميه ولا تضايقيه، لحسن يعملها على الخد التاني. طب وحياد ده لا انت من الاعراس، اما كنت خليك تيجي لغايه عندي وبوس ايدي ورجلي عشان اضربك نفس القلم على وشك. خلاص يا بنت. بس انت راخر. اوعى كده. اوعى كده. اوعى كده. ايه الفوضى دي يا زباله انت؟ طلعها بره وخد على الحجز تحت. كله مردود، كله مردود يا خالد بيه. يلا عسكري. بس ابعد. امشي يا بنت. اوعى كده. بقول لك ايه؟ انت بتقول ايه؟ تعالى يا بنت. انت نسيت كلمه كده ضربت على وشك يا حلو. ماشي يا خالد بيه. ابعد عني. وانت لسه دورك جاي يا جوز الست. خير يا ابو العلا؟ مالك؟ الحقيني يا ست منتهي، الحقيني، فيه نصيبي كبيري. وطي صوتك يا ابو العلا وقول لي بالظبط ايه الحكايه. المأمور وعتمان اتفقوا عليا يعني وراوي. ازاي يعني؟ عتمان بيهددني عشان بشتري المحاصيل من الفلاحين، والمأمور قبض على راويه دلوقتي. قال ايه؟ بتهمه دعاري. ايه الكلام الفاضي ده؟ روح انت دلوقتي يا ابو العلا البيت، وانا هكلم عادل بيه في التليفون، وهتبص تلاقي راويه قدامك في البيت. ايه بتبص لي كده ليه؟ مش مصدق ولا ايه؟ يعني بصحيح الكلام دي؟ صحيح طبعا، هو احنا بنلعب؟ يبقى انا احب على ايدي. عملت ايه لعادل بيه في العروسه؟ العروسي دي بدر مصور، دي حته بغاشي هتبقى عنده ولا حته لزمه تقشرت. طيب اما نشوف. يلا روح انت بقى. يلزمكيش اي خدمه؟ ميرسي. العوالي. السلام. هلو. أهلا سعادة الباشا، تحت أمر معاليك.
مظبوط يا فندم. أيوة سعادة الباشا، بس ده كان بناء على بلاغ رسمي. مفهوم يا فندم. بس أنا كنت عايز أقول. حاضر يا فندم. تحت أمر ما عليك. مع السلامة. ايه بس الحظ الاخبر ده؟ يعني كان لازم اللي حصل ده هو يحصل النهارده؟ هو نصيبنا كده يا حسان. بقول لك ايه يا بيت؟ احنا هنتجوز النهارده، يعني هنتجوز النهارده. يا لهوي بالي؟ اتجوز وست راويه في الحجز؟ لا ده لا يمكن ابدا. يعني ستك راويه دي كانت بتبيع بخور وسبح، ما هي تستاهل. والله عيب عليك يا حسان، دي هي يا اخويا اللي كانت هتساعدني وتجوزني. هي ايه بس بلا نيله؟ بقول لك ايه يا بيت؟ انا مش عاوزك تهوبي ناحيه البيت ده تاني، انت فاهمه؟ انا مش عايز منها مليم احمر ولا انت تاخدي منها مليم اصفر. في اليوم الابيض اللي احنا فيه ده، انت فاهمه ولا ايه؟ يا بنت ربنا قادر يرزقنا بالحلال. كلني كلني، ما كلناش ما كلناش، هيجرى ايه يعني؟ بعدين يعني ما احنا طول عمرنا جعانين وعريانين، يبقى يوم ما نتكسي نتكسي بالحرام؟ انا بحبك يا حسان. واني كمان يا بنت بحبك بالقوي. اخيرا جه اليوم كده اللي هتفشخر فيه. قلت ايه؟ هتفشخر. ايوه امال ايه تتفشخر بيا طبعا. ايوه يا بنت. يعني هقعد اتفشخر قدام الرجاله واقعد احلف كيدي واقول لهم عليا الطلاق بالتلاته يا وكسي؟ ده اني بهرق يا بنت معاك. ايوه كده، ده هي طلقه واحده بس اللي هحلف بيه. يا بنت حلاوتك دي. يو في عروسه بالحلاوه دي؟ ايه بتجيبي بوسه يا بنت؟ ايه ده انت اتجننت ولا ايه؟ ايه طب هاتي بوسه يا دي النيله. يا بنت انت يا بنت يا لهوي يا بنت تعالي. هنتجوز مش هنعمل حاجة غلط. لا يا اخوي. تمام يا فندم. اتفضلي اقعدي. ماليش نفس اقعد. طب اقعدي بس انا عايز اتكلم معاك شوية. تتكلم معايا؟ ليه؟ هو أنا مش متهمة وبتاع الدعارة؟ تتكلم معايا في إلا مؤاخذة. أصل أنا عارف إن أهل البلد لا تاتين. أنا ماليش دعوة، أنت تعرف إيه ولا ما تعرفش إيه؟ يا اسمك إيه؟ معلش يا خلف، بكتب في الدفتر 48 ساعة أجازة عارضة، انصراف. ولا يهمك يا فندم، أنا مسامح الست، والله العظيم أنا مسامحك يا ست. تمام يا فندم. تمام يا فندم. جالك تليفون من مصر مش كده؟ ما انا قلت لك انت مش قدي. بقول لك ايه يا سي خالد يلي عامل فيها مأمور يا اخويا بالقوي. اوعى تفتكر يا اخويا ان انا ما اقدرش اوديك في 60 داهيه انت والعمده البقف بتاعك ده. اوعى تفتكروا انتوا الاثنين ان انا نايمه في البلد على وداني. لا ده انا ممكن كده يا اخويا اشقلبكم واشقلطكم على كراسيكم، ومش بس كده تتحاكموا وتتسجنوا زي موضوع الجهاديه مثلا. القضية يا اخويا اللي انت عايز تصطادني فيها معروف اخرتها، لكن الرك والباقي على قضيتك انت. لما الكبار يعرفوا ان المأمور بيلم شباب البلد عشان يقول لهم انه هيوديهم الجهادية من غير اوامر ولا اخبارية، هي دي المصيبة يا عينيا. ست راوية ارجوك تقعدي بس، اقعدي بس عشان نتفاهم. نتفاهم؟ اوعى تفتكر اللي حصل النهارده هيعدي على خير. طيب ارجوكي بس تسمعيني. تصدق يا اخويا انا لا قادره اسمع ولا قادره اشوف. ها خلصني، هترجعني الحجز ولا هروح على بيتنا؟ اتفضل قولي هتنيل على عيني اعمل ايه كده.
طيب انت تقدري تمشي دلوقتي وانا هبقى عدي عليكي بعدين عشان نتفاهم مع بعض لما تبقي رايقه شويه. والله وجالك يوم يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه عواد. ده ايه المصايب اللي احنا فيها دي؟ مخرطه. أولاد الله يبارك فيك يا خالي. يا بنت قولي يما، مش أنا واقفة مكان أمك الله يرحمها؟ أيوة ما يبقى نقولوا ألف بركة يا حنان يا بنت أم الغايب. أيوة أمال إيه؟ أمانة الله يا شيخ محمود، أني يعني أني وحنان مش عارفين نتشكر لك إزاي على الليلة الملعلطة دي. طب ومقام السائح أنتوا فرحتونا، دي كانت ليلة لا على البال ولا على الخاطر. إلهي ما يحرمنا منك يا شيخ محمود، أنت والست أم الغايب. قادر يا كريم. يا واد استغفر الله يا حبيبي، مبروك. الله يبارك فيك. حمد لله على السلامة يا ابو العيلة. ألف حمد لله يا سيد الرجال. حمد لله على سلامتك انتي. تاني مبسوط انبساط. يا بودي أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه ولا إيه. لا يا أخوي قول وقول وقول وسمعني وشجيني. وبعدين إذا ما كنتش هتقولي في يوم زي ده يا أبو العيلة وتسمعني في ساعة زي دي يبقى هتقول إمتى يا راجل؟ طب تصدقي أنا مبسوط إن جناب العبيط المأمور دي عمل ويانا اللي هو عمله دي. أي والله. إشمعنى؟ ما هم ما كانش عمل كده كان زماننا ما اديناهوش بالخماسي على قفل، ولا كان زماننا عرفنا نثبته عند حد، ولا نعرفه مقامه. الله يخليك. استنى بس. استنى ايه؟ انا مش قادر استنى. استنى يا سيد الرجاله لما نفرح الفرحه الكبيره ونمسح بكرامه المأمور ده ارض البلد المعفنه دي كلها. نمسح بيه ارض البلد هو واي حد يقف وسطيني. يلا بقى. الله ما تستنى. استنى ايه تاني؟ يلا بقول لك. اهدي. ايه؟ اهدي يا بنتي حنان. ايه يا حسن؟ اهدي. ايه يا حسن؟ اهدي. اهدي يا بنتي. اهدي. انا يا بنتي كنت شايفك سفايفك اهدي. ده انت طلعتي تقلى اردب بقى. يوه جيت جيت يا حسن. بقى كده يا راجل توقعني وضحك العيال عليا. طب يا اخويا اما تحب تشيل يبقى شيل اللي على قد. لا يا بنتي ده انا قدها وقدود. غيرش بس الخض. هي عروس الحلاوه دي. انما يعني دي هتبقى دخلة ازاي كده والحلوين الامامير مصحصحين كده. انا عارفه بقى يا اخويا ما تتصرف. مش انت اللي قلت لي هيناموا بدري؟ ايوه امال ايه. انتوا عارفين يا زينب انتي ومحمد ان العيال الصغير لما يناموا وخري ده يضر بصحتهم بالجامد. ايوه ويخليهم هفتانين وتعبانين ولا يعرفوا يلعبوا ولا يعملوا اي حاجه. فلازم يناموا بدري ويناموا دلوقتي. وده مضر بالذات للعيال ولاد فاطمه وابو العيل. يوه كده جاي يا حسن. مش انتوا بقى عايزيننا ننام عشان تقعدوا براحتكم مش كده؟ طب والنبي زينب كلها مفهومين. ايه؟ خلاص انا ومحمد هنقعد معاكم لحد ما تناموا. مش بقول لك كلها مفهومين؟ ايوه ايوه ايوه. انت فرحانه؟ بقول لكم ايه؟ يبقى الله كده تفضيلت. انتوا هتناموا دلوقتي يعني هتناموا.
هقتلكوا الحدوته اللي هتقتلكوا على طول، تناموا بيها على طول، فاهمين؟ عايزين حدوته ايه؟ حدوته دورت لي مسلوخه، حدوتي المفضله. يلا يا اخويا، يلا يا اختي، يلا يلا نايمهم كده وانام جنبيهم كده وكده. نايمه كده كده. يلا يا صباح الخير. يلا يا ابو العيله الاحسن، الفطار بقى بارد قوي. اهني جيت اهو. الله، يا نعم. انا انت حظك مش سامي يا راجل انت. اي أيوة والله. وهاني لو مش قايم مزاجي عنب ومبسوط ومش عايز اي حاجه تعكنني، لو مش كده كان زماني عامل لك مصيبه ولبستك تهمه التهكم علينا في الدار كده. افطرت؟ بسم الله معاني اهو، واجب وشكرانيه مني اللي انت عملته قلت امبارح. ما عشان كده يوه يا ابو العيله مش هتفطر؟ طب ونعمل افطر واسيبك ونعمل ايه في اللي جه سد نفسي دي؟ يا جماعه انا والنبي لا تدوق الجبنه دي حلوه قوي. حلوه، دوق يا حبيبي. الله حلوه. طعم طعامي. بس هي الجبنه ولا الايد اللي جابت الجبنه حبيبي؟ امشي يا جماعه، لو ممكن نتكلم. وانت جاي تتكلم معانا في ايه اصلا؟ وايه اللي جابك هنا؟ اتفضل يلا اطلع بره، بدل ما لبسك مصيبه فوق المصايب يا اخويا اللي انت شايلها فوق دماغك انت والسفل العمده بتاعك. يلا. يا روي رواي امه، يظهر كده اني حاسس ان البيه المأمور كان فاهم غلط، مش كده؟ اتفضل يا بيه اقعد. معلش يا حبيبتي، تعملي لنا كوبايتين شاي كده ولا تشربي شاي؟ يلا يا روي، يلا امه. انت عايز الراجل يقول عليا جوزي الست؟ معاش ولا كان يا اخويا اللي يقول عليك كده؟ ده انت سيدي وسيد الكل وفوق الكل. يا باشا اللي سامع اهو. بداية انا اسف على اللي حصل امبارح. ايه كلام حلو. اي والله. وبعدين الحمد لله على السلامة يا عمدي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا عمدي. ألف سلامة. خد حاجة غفير هنا. نعم ايه؟ طيب بره بتعمل ايه؟ أنا ما بعملش حاجة. ما بتعملش حاجة؟ يعني شغلتك إنك ما تعملش حاجة؟ بتاخد فلوس عشان ما تعملش حاجة؟ أمرني وأنا أعمل يا عمدي. وقف بره. ايه؟
الحمد لله على السلامة يا أخوي. الحمد لله على السلامة يا عمري. بقاني بتكذبي عليا يا بنت الملعين. هو الحق بان؟ ابقى ايدك. ايه فاكراني ايه؟ اللي حصلت؟ هصدقك كده عمياني في عمياني. بس يبقى الحق بان، الحق بان والكذب بان وعلى وشك يبان يا نداخ اللي بان. بس ابعد عني. هي حصلت. بتمد ايدك عليا يا عتمان. وطلع روحك كمان. بقى الحقد والغل اللي جواكي يخلوكي تكذبي عليا كذبه زي دي. انا ما كذبتش يا عتمان. شوفي الولية القداري. والله العظيم ما كذبت. وربنا المعبود ما كذبت. وروح اسال الحكيم. حكيم مين يا بنت الكذابين؟ امال ده ده ايه ده؟ ده ايه؟ شوفي انا اعمل فيك ايه؟ اطلع على اوضتك، اطلع على فوق. امشي. ما تنزليش من اوضتك. وانا احبسك واقفل عليك المفتاح. وعزيمك مرميه فوق كده زي الكلب لحد ما تموتي. ما كنت عايز انا اموت ابني ومراتي يا بنت الكلب. انا هوريك. انا خلاص. ما بقاش يهمني حد في عليكم. كل عليكم دي هدوس عليهم برجليا في حصر. عرق طز في التخين في عليكم وفي الرفيع وفي الطويل وفي القصير. طز فيهم كلهم. خلاص خلاص يا اخوي هدي نفسك كده. احنا مش مستغنيين عنك. اما حفيظه دي تسيبها لاني. انا اللي هطلع عليها القديم والجديد. معلش يا بنت يا فاطمه. سامحيني. سامحيني قوي يعني انت انا مش عارف اقول لك ايه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلاص يا أخوي أنا مسامحاك مسامحك وبرياك من ذنبي. بس لحد ما نتمم اتفقني. اللي هو إيه؟ إيه؟ أنت نسيت يا عمدي. نسيت يوم ما قهرتني ودخلت علي وعينك بتطق شرار. وأنا قلت لك لو ربنا نصفني والحق بان إن أنت تكتب لي 10 فدادين باسمي. لا هم 5 بس أنا فاكر مش ناس. أيوه الخمسة دول عشان أنا. لكن فين بقى الخمسة بتوع الحلو المحروس ابنك دي؟ ايوه يا بنت صحيح مش خسارة فيك ولا فيه. ربنا يخليكوا لي ويخليك لينا. وبالنسبة بقى لبيت البت حمدية خلاص دلوقتي ما بقاش في حاجة تمنعك. أهي البت طفشت برا البلد بعد ما جوزها انحبس. يعني الموضوع بقى أسهل من السهولة. غالي والطلب رخيص. أرخص من رخيص. أنت يا واد يا وائل. نعم ايه؟ تعالى يا اخويا بدل ما انت مش لاقي حاجه تعملها. نعم ايه يا حضره العمده؟ عارف دار بنت حمديه؟ ايوه. تروح تنظف الدار انت والغفير اللي معاك ده تخلوه على سنج 10. امري جنابك. وتغير الكلام بتاع الباب وتجيب لي مفاتيح وتيجي. امري جنابك، اي خدمه تانيه؟ اي خدمه؟ لو لقيت اي كراكيب جوه الدار يا والي ابقى ارميهم في الشارع. حاضر. امري جنابك يا مرات حضره جناب العمده جنابك. اي خدمه تانيه يا حضره العمده؟ اي خدمه تانيه؟ هبقى افكر واقول لك يا اخويا لو افتكرت. هتفكر وتقول لي امشي. انت هتقول لي انا امشي. حاضر. اهدي. فكري بقى كده على امل من اهلك وبراحتك خالص بس بسرعه وقولي لي بقى. اقول ايه؟ قولي بقى يا بنت بقى اللي هتفكري فيه. مانيش قايله لك. ايه؟ طب انا ايه؟ يا بنت تانية يخرب بيت كده وكده وكده كمان. ايه كل دي؟ عزي رايح يا رب قابل حبيبي. عزي رايح اني شفت باختي ونصيبي. عزي رايح يا رب قابل حبيبي. ايه دعاء الكروان دي؟ الفطار جاهز يا حسان. داني محضره لك فطار يستاهل حلقه. يا لهوي بقى ليه؟ أنا في حلم ولا في حلم؟ داني كنت عايش زي التور بين اربع حيطان ويوم ما احب اتكلم اتكلم مع بطاي. اصحى الاقي قدام مني عود ريحان يطري على القلب وجدي. طب اسكت اسكت. ليله امبارح جيت نايم العيال نمت انت. يا لهوي بالي كنت عايز اخنقك كده. طب وانا يهون عليكي برضك والخدمه الشريفه يهون عليك. انت عارفه يا بنت حنان اني من يوم ما حبيتك واني حسيت انني راجل كده مال وهدومه وضع العمده والخدمه عند العمده. واني كمان يا حسان اول مره احس انني ست الدار.
لي يا جوز أأمر ويتعني أأمري وأنا أطيع يا عود رحال. هم العيال بيفطروا؟ إيوه الفطار حلو إيه؟ إيوه طبعاً مش أنا اللي محضراه. طب ما إحنا كمان نفطر. طب خد أقول لك يا حسن. إيوه يلا بينا نفطر. يلا يا أخي. إلا صحيح يا والد البت حمدية طفشت وسابت البلد. دي ما طفشتش من البلد بس جنابك، دي كمان ملهاش في البلد أيتها أثر بتاتا. راحت يا عمدي، راحت واستراحت. كان زمانك دلوقتي بقلبك الطيب اللي جايبك ورا دي عمال تفكر تنقلها هي وعيالها المقطع فيه. أنت بتقول فيه إيه؟ هو أنا كنت ههدى ولا يغمض لي جفت إلا لما انقلها في دار تانية هي وعيالها دول؟ ما انا عارف يا سبحان الله. انت هتقول لي ايه ده بالقليل كنت هتمد ايدك في قرشين تديهم لها مساعده يعني؟ انت بتقول فيه ايه؟ هو انا كنت ههدى الا لما اديها قرشين كمساعده يعني؟ مش البنت دي يا عمده اللي انت كنت عايز تجوزها لي؟ بس انا انت وهو ايه ده؟ جاكوا خابط جماعه ما يخلي فيكم ايه؟ العمده بيهزر معايا مالكم انتوا؟ اسمعوا عادي توهو اوبر جنابك تطلعوا على ستكم فاطمه تشوفها هتشور عليكم بايه عشان هي ناويه تنقل حاجتها في دار البت حمديه. عمرك يا جناب العمده. ايه دار حمديه ايه يا عمده؟ قول في دارها هي الجديد. بس انا يا عمده ليه عندك طلب؟ قبل ما تخطي برجلك الدار دي انت ولا فاطمه اروح انا الاول اباركها كده بربع قران عشان نطرد الشياطين والعياذ بالله. ونعم بالله والله القران فعلا بيطرد الشياطين. انما صوتك انت هيلم الشياطين. بس انت هو ايه الترباه دي؟ الا العمده بيهزر معاي تقوم تكركعوا. بس ولا قد ما في صورك لما تطلع روحك. خلاص يا عم ما تهزرش معاي، كلمني جد عشان الاشكال استغفر الله العظيم. يا حضره العمد، يا حضره العمد. شوف مين يا قال. حاضر يا حضره العمد. عايز بيه؟ عايز حضرة العمدة. عايزه في ايه؟ لازم اقابله هو شخصيا. اتفضل. عايز جنابك. اتفضل اتفضل خش. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين فيكم العمدة؟ اهو. ايوه انا العمدة. اتفضل اقعد. خير فيه ايه؟ والله مش باين انه خير قوي يعني. ايه ايه؟ اللهم اجعله خير. فيه ايه يعني؟ أنا معايا إعلان بميعاد جلسة في المحكمة الشرعية يوم. محكمة شرعية؟ ليه يعني؟ بخصوص إيه؟ هو جنابك يا عمدي ليك أخ اسمه علوان. بقى تشتكيلي وتوديني جلسة ومحكمة؟ الله علي علوان. الكلام ده كله كلام فاضي، ما يهزلكش شعرية واحدة بس من راسك. كلام فاضي إيه يا فاطمة؟ بقول لك جلسة ومحكمة وتقليب أوراق وسين وجيم وممكن أروح في داهية وتقولي كلام فاضي. ما أنا قلت لك يا أخويا الحل قبل كده، وأنت عملت لي ودن من تين ودن من عجين. حل إيه بقى؟ قلت لك تضرب الغرابين دول بحجر واحد. إزاي يعني؟ تتفق مع السيد يقتل علوان. ما سنقت لأخويا يا فاطمة؟ أنت اتجننت يا بت؟ ده حتى السيد استعيبها مني دي. أخوك علوان عايز يوديك المحكمة عشان يثبت عليك إنك ضلالي ووكل حقوق، وساعتها المحكمة هتشهد له وهتتشال من العمودية، ومش بعيد كمان هو يركب مكانك، والناس هتقف حواليه وهتطبل له وهتزمر له، ومحدش هيقدر يقول له تلت التلاتة كام، وساعتها أنا وابنك دي هنشوف الذل بعد ما دقنا العز والهنا. أيوه بس السيد يعني أنا ما بقاش ينفع أتفق وياه على حاجة بعد اللي حصل. السيد ده انت لو جبت حفيظ اخته ودبحتها دبح كده قدامه وشاورت له برزمه فلوس هيعمل ما شافهاش، ومش بعيد كمان يقول انها مش اخته من الاساس. اسمع كلامي يا عتمان، اسمع كلامي يا اخوي، انا عايزه اريحك من الوش اللي جاي عليك ده. الحكايه مش بالسهوله دي كده يا فاطمه. وحياتك انت عندي دي اسهل من السهول، وحياتك اللي في بطني ده زي ما بقول لك كده. اتوكل انت بس على الله، اتوكل على الله واكتب لي العشر فدادين اللي احنا اتفقنا عليهم عشان ربنا ييسر لك المتعسر. اهدي شوفي غلو ليه؟
كنا بنتكلم في ايه؟ ناطق اتكلمت في ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ما هو كله منفذ على كل. اي والله كله مشبك على كل. مشبك ولا مش مشبك؟ لا انت قلت منفذ في الاول. طب منفذ ولا مشبك؟ سمسمي عسلي حمصي امو تاني بل بل. ايه دي؟ السلام عليكم. اهلا يا عمده. أنا عارف إن أنت زعلان مني واخدك على خاطرك عشان آخر مرة أنا معرفتش أستقبلك كويس. والله كان عندي مشكلة ما بعدها مشكلة وكانت دماغي مقلوبة على الآخر. لا مفيش حاجة يا عمدة. خير؟ إيه مالك؟ متغير كده ليه؟ أنا؟ لا أبداً، أنا عالي العالي يا سيدي. طب يا سيدي إن شاء الله دايماً. خلينا بقى في موضوعنا. شوف بقى سعادتك، الواد أبو العيلة وراوية دول لازم نخلص منهم نهائي. والله انت كان عندك كل الحق لما قلت ان البت راوية دي لازم تتقدم وتقف عند حدها. ايه والله امال كان عندك حق يا باشا. هي بقى اللي مقوياها بفلوسها واملاكها. احنا بقى عشان نكسر شوكتهم لازم تاخد منها كل فلوسها واملاكها دول. بقول لك ايه يا عمده، انا مش عايز اعمل مشكله مما فيش. اهم حاجه لازم نعالجها دلوقتي هي حكايه الجهاديه دي قبل ما ننكشف كلنا ونروح في 60,000 داهيه. ايه ايه فيه ايه؟ مالك كده يعني بتقفل على موضوع ابو العيله وراوي؟ عشان في حاجات اهم يا عمده. لا انا كده الفار بقى يلعب في عبي. في حاجه انا مش عارفها. حاجه ايه يا عمده؟ انا اللي بسال. في حاجه انت عارفها وانا مش عارفها. هي ايه الحاجه دي يا سيدي؟ مفيش مفيش مفيش. طب شوف بقى سعادتك، اذا كانوا هم اشتروك ولا ماسكين عليك زله فاني بقى مش هسكت، وهعتبر انه بادي ان انا لجيت ولا شفتك ولا قابلتك ولا اتكلمنا في حاجه خالص. وهقول لك كلمتين اتنين. سلامه عليكم. انت يا اللي اسمك حفيظه، ما تطلعي يا وليه. انت انطرشتي ولا ايه؟ اطلعي بقولك عايزاك. خير يا فاطمه؟ تنزلي تكنسي الزريبه وتطربي تحت البهايم وتقرصي الجل وتملي القلل والزيار. يلا امشي نجري. وهو تنظيف الزريبه وكل اللي انتي قلتي عليه ده بيتعمل دلوقتي؟ احنا لسه يا اختي اول الليل. وبعدين اصلي بصراحه كده لقيت نفسي قاعده زهقاني، فقلت اما اقوم كده يعني اتسلى عليكي لحد ما عتماني يجي ونتسلى انا وهو سوا. سبحانك يا رب، زمن قلاب. توا كان معرفتي يا اختي انه قلاب؟ ايوه صحيح، ما انت لو عارفه من الاول انه قلاب كنت عملتي حساب اليوم ده. ما عملتش حسابه يا فاطمه، ويا رب تكوني انت عامله حسابه. انت مالكيش دعوه بيا خالص خالص. انا شفت اللي انت ما شفتوش. شفت ضريب تولع قصاد عيني وحياتي بتخرب. شفت قهرة جوزي وهما بيخصبوا عشان يطلقني. دقت مرارة حرماني من عيالي. انا في يوم من الايام انعميت. انعميت وجيت عشان استنجد بيكي من شر عتمان. أتركي أشر منه ألف مرة. كسرتيني وزلتيني وسففتيني التراب. عارفة يا حفيظي؟ أنا عارفة إنك مش معيوبي، وعارفة إن بطنك تشيل، بس ربنا ما كانش عايز قلبك يفرح. ربنا ما كانش عايز ينصرك. ربنا راد إنك تنزلي زي ما زلتيني،
واني دلوقتي اللي واقفه قدامك وبذلك يا حفيظه. ربنا ما رادش انك ترفع راسك وسط خلايق، ربنا ما رادش انك ترفع راسك وسط الخلايق وترفع راسك وسط الحريم وتجيب الواد اللي البلد كلها مستنياه. ربنا راد انك تنزلي وراسك تتحط في الطين وما تقدرش تقيميها ابدا. انتي ماشيه في نفس الطريق اللي انا كنت ماشيه فيه، ما تفرحيش باللي انتي فيه، كله زايل. قولي كمان، قولي كمان يا شيخي، قولي كمان كده وشديني. انت يا بنت هتقفي تستايري معايا وتنسي الاوامر اللي انا اديتها لك؟ امشي يلا، امشي انجر، امشي انجر، روحي اعملي اللي قلت لك عليه. انت حتى النحيلي بقول لك امشي، امشي يلا جري غور. ايه الكهنة دي؟ لا انا راجل حقاني وافهم في الاصول يا عتمان، وانت عارفني كويس. ومدام حفيظه اختي وافقت على انك تتجوز عليها تبقى هي حره ومسؤوله عن موافقتها، وتحمل انت بقى يا حبيبي شغل الضراير. طول عمرك راجل يا سيد. بس اقول لك ايه يا عتمان، مش حفيظه وسيرتها اللي خلوك تشيعوا لي عشان اجي. وابو المفهوميه كمان يا سيد. خير يا عتمان؟ لا هو يعني مش خير قوي يعني. هو قول لي الاول اخبارك ايه مع المأمور الجديد؟ من ناحيه ايه يعني؟ من ناحيه ايه؟ يعني مش زيه زي المأمور القديم؟ انا عارف ان انت بدات مع المأمور القديم لوحدك بطولك يعني، كان هو بقى يدلك على بيت شيخ بلد تروح تسرقه ويأمنك وتسرقه لحسابه هو، ومره تانية على بيت عمده، على بيت بيه من البهوات الكبار باشا، وقعدت تتوسع لما بقالك رجاله وبقيت يعني رئيس عصابه. انا مش بحسد، بس انا بطلت الشغل ده يا عتمان. ما انا قلت كده برضه يعني. اول ما جه المأمور الجديد قلت السيد هيقع، لازما يقع، حتما يقع، ولما تلاقيتك ما وقعتش يعني استغربت. شوف يا عتمان، انا الحمد لله ربنا كرمني اخر كرم ومعايا اللي يكفيني، وتعبت وعايز اعيش حياتي بقى واشوف الدنيا فيها ايه. طب ما تخلي دي اخر شغلانه وبعديها بقى ابقى عيش حياتك وارتاح زي ما انت عايز. اصل انا ليا عندك طلب. هو مش طلب، هو خدمه. مش خدمه كمان، دي خدمه كبيره قوي، وهديك عليها فلوس، هديك اللي انت عايزه وزياده كمان. اصل انا الحقيقه يعني فكرت في الحكايه دي كتير ولقيت الحل، وهو ده الحل الوحيد والاخير، وما يعملوش غيرك انت يا سيد. بس بشرط انت لو ما وافقتش على الحكايه دي انا مش هزعل، بس انت بقى لا تسالني ولا تعاتبني ولا تأنبني. خدمتي يا عتمان؟ الواد علوان اخويا،